بسم الله الرحمن الرحيم. الاثنين 19 من ديسمبر لعام 2022. صباح الخير على حضراتكم. تمام الثامنة صباحا يأتيكم يوميا برنامج هذا الصباح على شاشة أكسترا نيوز. يا رب يكون إن شاء الله اليوم النهاردة يوم جميل وكله بهجة وحيوية ويهدي شوية الأجواء الساخنة جدا. الملايين المتابعين للكرة المستديرة بالأمس شعروا بيها. ماتش كان الحقيقة يعني أقل ما يوصف أنه ماتش مجنون، والأعصاب كانت خلاص بتنهار، وخصوصا بعد التعادل في الشوطين. ثم انتهت المباراة بفوز الأرجنتين بكأس العالم مونديال 2022. النهاردة إن شاء الله يكون عندنا فقرة مش بس هنتكلم فيها عن الماتش نفسه، مباراة الأمس، ولكن هنتكلم عن ربما أبرز اللقطات لهذا المونديال اللي كان الحقيقة من أول مباراة فيه والكل أجزم إنه هيكون مونديال ساخن جدا ومليء بالمفاجآت. هنتكلم كمان في موضوعات أخرى كثيرة إن شاء الله من خلال ساعتين على الهواء مباشرة مع حضراتكم، ولكن البداية طبعا دائما تكون بأبرز عناوين فقرتنا لهذا الصباح. من الخدمات الطبية إلى تشييد المنازل، قوافل الخير تزف البهجة لقلوب أهل مصر. فرض الضرائب على الانبعاثات، التوصل لخطة إصلاح المناخ بالاتحاد الأوروبي. تأثراً بالكتل القطبية، موجة شتوية قارسة تدق أبواب مصر. بعد غياب 36 عاماً، كأس العالم تعود إلى أحضان التانجو. وقراءة في أبرز عناوين الصحف مع الكاتب الصحفي زكي القاضي. ولتحيا مصر، علينا دائما أن نعلم جيدا أنه هذه البلد أو هذا البلد محتاج كل الدعم مننا كلنا، من كل الأطراف، من مؤسسات الدولة، من الأهالي والمواطنين، وقطعا من التحالفات الوطنية أيضا والمجتمع المدني. وبهذا الموضوع نتحدث عن مواصلة التحالف الوطني للعمل الأهلي، تحركاته على أرض الواقع اللي بدأ حملاته منذ مارس الماضي في عدد من المحافظات في توقيتات متزامنة لتوفير الخدمات التي تناسب طبيعة كل منطقة من الفعاليات المكثفة والمتنوعة طبعا اللي قام بها هذا التحالف، ما يعرف بقطار الخير أو زي ما أهلينا بيقولوه قطر الخير لأهالي محافظات صعيد مصر. هو بدأ في أول ديسمبر الجاري اللي احنا فيه بإطلاق قافلتين في محافظة قنا، كانوا متوجهين بشكل مباشر لأهلينا في قرية التطويرات ودندرة والقرى المجاورة لها. تم خلالها تقديم خدمات متنوعة، خدمات طبية صحية، خدمات تنموية وتوعوية طبعا أيضا، وكان في كمان خدمات ترفيهية لأكثر من 20,000 مواطن. شملت أيضا خدمات هذا القطار، قطار الخير، إدخال الفرحة على أهالي قرية الفارسية بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، بإعادة إعمار 30 منزلا لتصبح منازل سكن كريم بعدما كانت هذه المنازل متهالكة جدا، حيث اشتمل الإعمار على بناء الجدران والأسقف وفرش المنازل بالكامل، واستكمالا لمنظومة الخدمات الطبية أيضا غير التقليدية في صعيد مصر، بيتم افتتاح المرحلة الرابعة من مستشفى شفا الأرمان، أول مستشفى يحصل على شهادة مستشفى صديق للبيئة. وده الحقيقة تطور كبير ومهم جدا في القطاع الطبي في مصر، هو فكرة إنه المستشفيات سواء التي تبنى من أول وجديد أو المستشفيات التي يتم عمل تطوير بها تصبح أكثر صداقة وقربا للبيئة، ليصبح شفا الأرمان أول مدينة طبية متكاملة لعلاج أمراض السرطان في صعيد مصر. في تفاصيل كثيرة الحقيقة في سياق هذا الخبر محتاجين نعرفها، ولكن بداية نشوف مع حضراتكم العرض التالي.
للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد جمال، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي. صباح الخير يا فندم. صباح النور استاذه منى، بصبح عليك وبصبح على الساده المشاهدين. صباح الفل يا فندم، وصباح الامل والعمل ايضا على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. خليني في البدايه اسال حضرتك سؤالي يا استاذ محمد، قبل التفاصيل المتعلقه باهالينا في الصعيد والجديد اللي عندهم دلوقتي، التحالف نفسه التحالف الوطني بدا للعمل الاهلي طبعا بدا عمله في مارس 2022، وبدايه العمل كانت من تعاون كبير بين كبرى مؤسسات العمل الاهلي. كانت ايه يا فندم هي الخطوط الواضحه العريضه للاستراتيجيه اللي بيشتغل بيها هذا التحالف الوطني؟ يعني بتصور انه لما جيتوا تبداوا تفكروا اصلا في بدايه العمل كان في حاجات كتيره قوي وافكار متشابكه كتيره، لانه في شغل كتير قوي على الارض كان محتاج يتعمل. الاستراتيجيه كانت ايه يا فندم، ومحققين منها ايه لغايه دلوقتي؟ في البدايه حقيقي برحب بحضرتك وبالساده المشاهدين. التحالف الوطني العمل التنموي الاهلي اللي تم اعلانه في مارس 2022، وللحقيقه كان عام 2022 هو عام مميز لعام المجتمع المدني في بدايته، واطلق السيد الرئيس ان عام 2022 هو عام المجتمع المدني، وده يعني نقطه جديده للعمل التنموي والعمل المدني في مصر، ان الشراكه الحقيقيه ما بين مؤسسات الدوله والمؤسسات المجتمع المدني وكمان القطاع الخاص هي النقطه الحقيقيه اللي احنا محتاجين ننطلق من خلالها علشان نوصل للتنمية والجمهورية الجديدة اللي احنا بنحلم بيها. فكان عام 2022 مميز في بدايته، هو عام مجتمع مدني مميز في إطلاق التحالف الوطني، واللي احنا أفراد العاملين في العمل التنموي والعمل المدني من زمان بنحلم بأن يبقى فيه مساحة تنسيقية كبيرة جدا ما بين المؤسسات التنمية اللي بتشتغل في أنحاء مصر ومحافظاتها المختلفة. انطلاقا من 2022 جمعت أكبر 24 مؤسسة ومنظمة في المجتمع المدني في مصر علشان نضع ميثاق ما بيننا نقدر فيه نحدد استراتيجياتنا وأهدافنا اللي هنشتغل عليها في 2022، وكان من أهمها هي التنسيق والتشبيك الكامل ما بين المؤسسات في تقديم الخدمات والجهود، اللي احنا أحيانا بنحزن من عدم التنسيق ده، بيسبب إن في بعض المستفيدين ممكن يتكرر لهم الخدمة من أكتر من مؤسسة، وأحيانا كثيرة مستفيدين آخرين ما بيحصلوش على الخدمة لعدم وجود التنسيق ده. فكان النقطة الأولى هي التنسيق والتشبيك الكامل في قواعد البيانات. صحيح. طبعا بالتواصل مع هيئات الدولة زي الرقابة الإدارية، وإن احنا يبقى فيه كمان سيستم متكامل ما بين المؤسسات ده تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، بينسق ما بين الخدمات اللي احنا بنقدمها لكل المستفيدين في ربوع مصر. أجمل ما في الموضوع يا أستاذ محمد أن 24 مؤسسة من مؤسسات العمل الأهلي العلاقة بينهم علاقة تكاملية وليست علاقة تنافسية، وحتى لو في مجال التنافس فهو التنافس في فعل الخير، ومفيش أجمل من التنافس ده. ده حقيقي، التشارك اللي حصل ما بين مؤسسات المجتمع المدني هو ده اللي وصلنا ان احنا كل واحد بيشوف ايه نقطة القوة اللي موجودة عند التاني وبنتكامل مع بعض، وده اللي احنا بنشوفه بنلمس اثره بشكل كبير جدا في قوافل ستر وعافيه. انا عندي مؤسسه فيها نقطه قوه في حاجه معينه بكملها مؤسسه ثانيه، بنحاول ان احنا نشبك بقدر الامكان علشان نوصل بالخدمات بتاعتنا للمستفيدين، ودي بنشوفها وبنلمسها باثر قوي جدا جدا في قوافل ستر وعافيه زي ما حضرتك اطلقت عليها قطار الخير اللي احنا بنشتغل فيها في فتره. انا عايزه اوصل لقطار الخير وعايزه اعرف من حضرتك، هو البدايه كانت هو طبعا لاهالي اهالينا في صعيد مصر، وانطلق من اول شهر ديسمبر الجاري، والبدايه كانت باطلاق قافلتين في محافظه قنا. ما الذي يحمله قطار الخير يا استاذ محمد من خير لاهالينا في، خلينا نبدا بقنا دلوقتي على الاقل. خليني ارجع شويه، هو قطار الخير او قوافل ستر وعافيه زي ما احنا بنطلق عليها هي بدات في سبتمبر في شهر 9 اللي فات، وكانت بدايتها في صعيد مصر في مركز البليانه قريه اولاده بعلو في محافظه سوهاج. وكانت من هنا انطلاقه ان احنا نتكاتف مع بعض وان احنا نكثف جهودنا في منطقه هي من بندرسها وبنختار المناطق الاكثر فقرا والاكثر احتياجا والاولى بالرعايه، وبننزل نشبك جهودنا كلها علشان نختار المجموعه من القرى بنقدم ليها خدماتنا بشكل متكامل، الخدمات دي تكون بشكلها المتكامل. قطار الخير مكمل وقوافل ستر وعافيه مكمله، احنا من شهر سبتمبر الى شهر ديسمبر، احنا النهارده في محافظه الاقصر في القافله رقم 14 و15 ان شاء الله في محافظه الاقصر. في شهر ديسمبر كان الصعيد محظوظ جدا بان هو ياخد الحجم الاهتمام الاكبر من قوافل ستر وعافيه، بان كانت في عندنا احنا القافله رقم 6 في شهر ديسمبر في الصعيد، كان بدات العمل في شهر ديسمبر في قريه طويرات وقريه دندره، ودي واحده من اكثر القرى فقرا في
محافظات الصعيد واشتغلنا عليها. كان عندنا تشابك بين المؤسسات كلها المشاركه في التحالف الوطني لتقديم الخدمات المتكامله، فكنا في قاره الطويرات ودندره في محافظه هنا، ثم توجهنا الى اسوان في مركز كومومبو برضو قريتين اشتغلنا عليهم، اخيرا النهارده واحنا في شهر ديسمبر في محافظه الاقصر، وان شاء الله هنختم شهر ديسمبر بقافلتين هيكونوا في محافظه سوهاج. طيب استاذ محمد، سؤالي لحضرتك وده سؤال اعتقد بيهم ناس كتيره جدا انها تعرف تفاصيله، هذه القوافل ما الذي تحمله؟ لانه ممكن البعض يتخيل ان القوافل بتكون مقتصره على الاغذيه والمشروبات، ممكن البعض يمتد تفكيره لفكره الادويه والعلاج الطبي والكشوفات المجانيه، ما الذي تحمله من خيرات هذه القوافل؟ قوافل ستر وعافيه هي قوافل متنوعه في كل الخدمات اللي بتقدمها. خلينا نقول عندنا مجموعه من الانشطه التشاركيه اللي ما بين المؤسسات وما بين منظمات المجتمع المدني وما بين كمان الوزارات والادارات المعنيه من الدوله، بتشاركنا في التنسيق بشكل كامل في النزول العرض. عندنا اكثر من خدمات بنشتغل عليها، اولهم هو القوافل الطبيه المجانيه، ودي قوافل شامله الكشف المجاني وشامله هي متعدده التخصصات. عندنا اكثر من 12 تخصص في القوافل الطبيه، بنقدم الكشف المجاني والعلاج وكمان الاحتياجات ما بعد الكشف، سواء كانت الاحتياج في سواء رمض بيحتاج نظاره او عمليه عيون او عمليه جراحيه او جهاز تعويضي، فبيكون كامله في تقديم خدماتها حتى ما خدمات ما بعد الكشف. الحاجه الثانيه والحاجه اللي بنشتغل عليها هي المساعدات الانسانيه، لان في اسر بتبقى محتاجه دعم بشكل سريع، سواء الدعم ده كان متعلق بالجانب الغذائي او الجانب السكني، فبنشوف ان بنقدم سلات غذائيه او كراتين غذائيه زائد وجبات سخنه في الشتاء. كمان بنشتغل في الشتاء على الاسقف وعلى تسقيف البيوت اللي السقف بتاعها مش مناسب، زائد توزيع الالحفه والبطاطين وتوزيع الوجبات السخنه وتوزيع اللحوم في الجانب الغذائي. في جانب الاطفال كمان ما بننساش الاطفال واحنا بنشتغل عليهم، احنا بيبقى عندنا مجموعه من الانشطه اللي بنقدمها للاطفال اللي بنحاول من خلالها ان احنا نوعيهم بالسلوك والقيم الايجابيه اللي احنا بنشتغل عليها من خلال انشطه والعاب بيستمتعوا بيها على مدار الايام اللي بيشاركوا فيها. نعم. وبيتعلموا منها مجموعه من القيم. واخيرا هو جانب التوعيه، بنشتغل التوعيه بمختلف انواعها، سواء كانت توعيه صحيه متعلقه بسرطان الثدي او توعيه متعلقه بفكره. نعم. العمل. نعم. والتمكين الاقتصادي للرجال، فحقيقي مجموعه من الخدمات المتكامله في قوافل ستر وعافيه اللي بنشتغل عليها في التحالف الوطني. صحيح. الاستاذ محمد جمال عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي، جزيل الشكر يا فندم لوجود حضرتك معنا هاتفيا. هنروح لموضوع تاني، والحقيقة أنه في ناس أحياناً تقول لك أنه ما فيش حاجة تخلي اللي قدامك يلتزم بقوانين أو بإجراءات أو ما إلى ذلك إلا لما توجعه بأنك تدفعه غرامة. ده لو على مستوى الأشخاص، ما بالنا بمستوى الدول المتقدمة، الدول الصناعية الكبرى المتقدمة اللي بسببها الحقيقة العالم كله النهاردة بيعاني أشد المعاناة من التغيرات المناخية المختلفة اللي بقالنا فترة العالم كله بيتكلم عنها. في هذا السياق الاتحاد الأوروبي قدر يتوصل إلى اتفاق لإصلاح سوق الكربون، الاتفاق حول حقوق التلوث، وهذا الاتفاق يمكن بيعتبر حجر زاوية في خطة المناخ الأوروبية، وبيتضمن فرض ضرائب على الانبعاثات المرتبطة بالتدفئة والسيارات، إلى جانب تأسيس صندوق اجتماعي للانتقال. بعد محادثات صعبة اتفق مفاوضو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على زيادة الطموحات وتوسيع نطاقها والتعديل متعدد الجوانب الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في يوليو عام 2021، ومن شأنه أن يجعل من الممكن تحقيق الأهداف الطموحة للحد من غازات الاحتباس الحراري في خطة المناخ التي تبنتها الدول 27. ولمزيد من التفاصيل عن هذا الخبر وهذا الموضوع الهام ينضم إلينا هاتفيا الدكتور علي قطب أستاذ المناخ. تحياتي لحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا دكتورة منى. أهلا وسهلا دكتور. الاحتباس الحراري وسوق الكربون هي أمور كثيرة جدا محتاجة العالم في أشد الاحتياج ليها لإعادة ضبطها، يعني مرة أخرى وضبط التعاملات بها. يمكن قمة المناخ كانت من ضمن جوانبها المهمة، إلى جانب طبعا موضوع أنها قمة التنفيذ، وأنه قد تكون هذه القمة قمة المناخ COP27 هي بداية حقيقية للتنفيذ بدلا من
الوعود والتعهدات التي لا تحقق على أرض الواقع. كمان كان في حديث مستمر موجود حتى اليوم ويتصاعد أو تتصاعد أهميته عن فكرة تطبيق الغرامات والضرائب على الدول التي لا تلتزم بما قدمت من وعود بها. كيف ترى هذا الأمر يا دكتور؟ الحقيقة طبعا إن إنسان أو البشر عموما عندما تطول قضايا ذات أهمية كبرى بيبدأ يتأثر ويبدأ ياخد إجراءات وحلول فعالة. الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا كانت لها أهداف تنموية فيما مضى، وكانت الأهداف التنموية لا تراعي فيها باقي الدول النامية، ولكن بعدما طال يعني تأثير التغيرات المناخية السلبي على هذه الدول من موجات صقيع، من موجات حرارية عالية، من تغيرات مناخية تؤثر على الإنسان الأوروبي أو المواطن ذات الدول المتقدمة، بدأوا يستشعروا مدى خطورة هذه التغيرات المناخية، والسبب الرئيسي وراها هو سوق الكربون. وبالتالي الإجراءات التي اتخذت في المؤتمرات العديدة السابقة كانت لا تعطي أهمية كبيرة، ولكن تصاعد هذه الظواهر الجوية العنيفة وتأثرهم بها بدأ الاهتمام يتزايد بهذه الظواهر الجوية، ومن هنا بدأت البرلمانات الأوروبية في اتخاذ إجراءات فعالة في مواجهة تغيرات الكربون، لأنها ستطول الغالي والنفيس في هذه الدول. وبالتالي هذا ما دعا هذه الدول إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية على أرض الواقع في تنفيذ أو بما حضرتك أشرت إليه ضرائب تدفع من هذه الدول تجاه الانبعاثات الكربونية. إذا كان هم مش قادرين يقللوا الانبعاثات الكربونية بالدرجة الكافية، فلابد أن يكون هناك فواتير تدفع من قبل هذه الدول تجاه هذه الانبعاثات الكربونية، وهذا ما حدث خلال هذا الأسبوع. وبالتالي هنا نقدر نقول أن سوق الكربون بدأ ياخد إجراءات فعالة على أرض الواقع، وبدأ ياخد تطور في الفكر والثقافة تجاه المناخ والتغيرات المناخية من قبل الدول ومن قبل الحكومات ومن قبل الأفراد أيضا والمنظمات المدنية وما إلى ذلك. كل بدأ يتخذ إجراءات فعالة، ودي هتزداد أهميتها في الفترة المقبلة. يعني مؤتمر كوب 27 كان بيلقي الضوء على مدى الخطورة التي تعانيها هذه الدول والعالم كله وكوكب الأرض من تأثيرها الناتج عن التغيرات المناخية. ولذلك كانت برئاسة مصر النهاردة الوعي الثقافي اللي بدأت تنشره من خلال الاجتماعات الدورية المتواصلة من قبل قيادات الدولة المختلفة في هذه الدول بدأ يظهر نتائجه على هذه الدول الصناعية الكبرى. وإن كانت هناك أحيانا الظروف السياسية والتنموية بتكون معوق، لكنها مش هتكون معوق بنسبة كاملة زي ما كان في الماضي، لا هتكون معوقة بنسبة 10% لما يحدث في العالم من إجراءات أخرى زي إجراءات عسكرية أو ما إلى ذلك وتطور عسكري. لكن أنا أرى أن الفترة المقبلة هتلاقي أهمية كبيرة بالنسبة لهذه الدول الصناعية الكبرى في تنفيذ تعهدات المؤتمرات السابقة، إن لم يكن بانخفاض نسب الانبعاثات الكربونية من قبل هذه الدول الصناعية فإنه سيكون بدفع فواتير مالية من قبل صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي للدول المتضررة من الانبعاثات الكربونية خاصة في أفريقيا وفي آسيا. الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، كل الشكر يا فندم لوجود حضرتك معنا النهاردة. بالحديث طبعا عن المناخ والتغيرات المناخية، الناس كلها بتسأل حتى هو الشتاء فين، سواء بيسألوا ده من باب الناس اللي بتحب الصيف ما بتحبش الشتاء فيعني بيضحكوا، أو الناس اللي بتستنى الشتاء واللي بتحب الجو البرد قوي. في كل الأحوال هي ظاهرة طبعا غريبة جدا، لأنه أنا أذكر أنه يعني مش ديسمبر، أنا أذكر أنه في أكتوبر ونوفمبر من 5-6 سنين تقريبا كنا بنبقى خلاص شتينا والجو برد جدا وفي مطر. فحقيقي أن أنت النهاردة بتخلص ديسمبر ولسه بنقول أن الموجة الباردة هتبدأ والشتاء هيدخل بكرة أو بعده، أنا عارفة أنه يمكن رسميا ده بشكل العادي يعني أنه الشتاء بيبدأ 21 أو 22 ديسمبر، لكن إحنا كنا بنشتي من قبلها بشهرين ثلاثة تقريبا. وبالتالي التغيرات دي كلها تغيرات مهمة جدا. في كل الأحوال الناس اللي بتسأل على أحوال الطقس وعايزة تعرف
احنا اليومين الجايين برد ولا لا، كلنا بنتكلم بقالنا يومين انه مصر بتتعرض غدا الثلاثاء لبدايه منخفض جوي هيتسبب في انخفاض كبير او ملحوظ خلينا نقول في درجات الحراره وسقوط الامطار، ودي بشرى لمحبي الامطار، هتكون اولى الكتل القطبيه التي يصل تاثيرها على البلاد. وبناء على التوقعات المناخيه المتاحه من المتوقع ان يكون فصل الشتاء قارس البروده. طيب بحسب الدراسات العلمية فإنه المسؤول عن هذه الاضطرابات المناخية هم ظاهرتين مناخيتين، ظاهرة تعرف بالنينو وظاهرة تعرف باللانينا، وهما المسببتان لشكل تغير المناخ الحالي. في الحقيقة تفاصيل كتيرة جدا في هذا الموضوع، وزي ما بقول لحضراتكم كنا لسه الدكتور علي قطب حتى بيقول انه ربما الكثير من الدول الأوروبية حتى أصلا ما ينفعش نفصل الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي والاحتباس الحراري وما إلى ذلك عن بعضها، هي كل هو كله ملف واحد بيعالج بقى بأساليب مختلفة جدا. كان لسه الدكتور علي قطب بيقول منذ قليل انه العالم بره او الدول الأوروبية تحديدا المتسببة في نسبة كبيرة جدا من تضرر وتغير المناخات اللي العالم بيشهدها ما بدأتش فعلا تفكر انه تلتزم جديا بتنفيذ وعودها وتعهداتها الا بعد ما هي نفسها اصابها الضرر، بصرف النظر انه هذا الضرر جاء او ظهر بشكل اكبر في موضوع التدفئه ومشاكل الطاقه اللي عندهم بعد الازمه الروسيه الاوكرانيه، ولا من قبل ذلك لما بدا فعلا عندهم يبقى في مشاكل كبيره جدا تحديدا الفيضانات والكوارث البيئيه طبعا المختلفه اللي بتحصل في اوقات مختلفه جدا. اذا وختاما لهذا الموضوع بس تحديدا عشان نبقى عارفين انه خلاص كده بكره الثلاثاء ان شاء الله هيكون في موجه بارده جدا جدا في مصر، وهيكون في او في توقعات بسقوط الامطار، يا رب تكون امطار الخير يا رب ان شاء الله. بالامس مصر، والحقيقه مش هقول الوسط الطبي في مصر فقط وانما هقول الوسط الطبي والصحي في مصر والوطن العربي باكمله، فقد استاذ عظيم استاذ الطب النفسي الاستاذ الدكتور يحيى الرخاوي. دكتور الرخاوي الله يرحمه ويحسن اليه من اشهر الاطباء النفسيين في الوطن العربي كله. دكتور يحيى الرخاوي ما بنتكلمش ابدا بس على فكره طبيب نفسي تروح له تدفع الكشف وتدخل يكتب لك العلاج او يتكلم معاك وتمشي، هو أكبر من هذا بكثير، هو له قيمة كبيرة جدا، كان أديبا وفيلسوفا وطبيبا ومفكرا ومتصوفا وعالما، علمه الحقيقة انتشر في ربوع الوطن العربي كله، ليه مؤلفات عديدة جدا تتجاوز 40 كتابا أشهرها حكمة المجانين يمكن، وعندما يتعرى الإنسان، علم النفس تحت المجهر، مبادئ الأمراض النفسية، وده كتير كانوا بيلجأوا له وما زالوا بيلجأوا له في كليات الطب المختلفة حتى في كليات كثيرة جدا حول الوطن العربي لعلوم النفسية الأمراض النفسية وغيرها. الأستاذ الدكتور يحيى الرخاوي عضو مؤسس للكلية الملكية للأطباء النفسيين، ويمكن إلى جانب عمله الكبير والبارز كطبيب زي ما قلنا ليه مؤلفات كمان أدبية، وعلى فكرة هو حصل على مجموعة كبيرة من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية في الأداب عن روايته المشي على الصراط اللي ألفها سنة 1979. الأستاذ الدكتور يحيى الرخاوي رحمة الله عليه كل من عرفه عن قرب وكل من تعامل معه أجمع على أنه إنسان جميل جدا جدا، متواضع جدا، قريب إلى القلب، وهو كان طول الوقت الحقيقة في حالة من الاستغناء، وكانوا يعني يقولوا يعني إيه حالة من الاستغناء؟ يعني هو كان مستغني عن الدنيا واللي فيها، هو كان عالم وبيبحث وبيشتغل بكل ضمير ولكن كان مستغني عن الدنيا وما فيها، وكان يعلم أنه الجمال الحقيقي في لقاء رب العالمين. تفاصيل كثيرة عن العالم الكبير رحمة الله عليه الأستاذ الدكتور يحيى الرخاوي في العرض التالي.
الدكتور يحيى الرخاوي رحمه الله عليه من الناس اللي بتثبت الحقيقه للعالم كله ان مصر فيها نوابغ كبيره جدا كثيره جدا، نوابغ ادبيه ونوابغ صحيه وطبيه. يعني اذكر جيدا انه في وقت من الاوقات كان الاستاذ الدكتور عادل صادق رحمه الله عليه استاذ الطب النفسي طبعا الاشهر في الوطن العربي، والاستاذ الدكتور يحيى الرخاوي ومعهم طبعا اساتذه كتير، الاستاذ الدكتور احمد عكاشه ربنا يا رب يمتعه بالصحه والعمر. الحقيقه انه يعني مجموعه طبعا ومجموعه اخرى من الاطباء النفسيين كان ليهم شهره لدرجه انه كان بيجي لهم المرضى او المحتاجين، خلينا نقول المحتاجين للاستشارات النفسيه من مختلف دول العالم مش بس على فكره من الوطن العربي. رحمه الله على الاستاذ الدكتور يحيى الرخاوي واسكنه الله فسيح جناته، وخالص التعازي لاسرته ولمحبيه ومتابعيه ولتلامذته ولكل من عرف هذا الرجل الجميل. الآن حان موعد أبرز وأحدث الأخبار الرياضية، وإن كنا بعد قليل حناخد محاضراتكم يعني وقفة كده مفصلة على المونديال، مونديال 2022، لكن الزميلة جاكلين ماهر عندها كمان أبرز وأحدث الأخبار الرياضية. بصبح عليك يا جاكلين. إليك. بصبح عليك يا منة، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في آخر وأهم الأخبار الرياضية. ألف مبروك للمنتخب الأرجنتيني، فاز على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح بعد تعادلهما بنتيجة 3-3 خلال الوقتين الأصلي والإضافي، ليتوج منتخب التانجو بلقب كأس العالم للنسخة رقم 22. وأقيمت مباراة نهائي كأس العالم على ملعب لوسيل أمس، والذي كان شاهدا على تتويج ليونيل ميسي باللقب لأول مرة في مسيرته واللقب الثالث للأرجنتين في تاريخ المونديال بعد حصولها على الكأس لأول مرة بالمونديال في 1978 وللمرة الثانية في عام 1986 في عهد فتاها الذهبي مارادونا، وأخيرا للمرة الثالثة في عام 2022 بعد غياب 36 عاما. حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم لعام 2022 بعد مساهمته القوية في تتويج منتخب بلاده بلقب المونديال للمرة الثالثة في تاريخه، وسجل ميسي هدفين في مباراة النهائي بالإضافة إلى 5 أهداف على مدار البطولة، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين ويتوج بجائزة أفضل لاعب في المونديال. توج كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي بجائزة الحذاء الذهبي لكأس العالم بعد تصدره قائمة هداف البطولة ب8 أهداف، وسجل مبابي 3 أهداف بالمباراة النهائية أمام الأرجنتين والتي انتهت بالتعادل 3-3 قبل اللجوء لضربات الترجيح، والتي انتهت بفوز منتخب التانجو. وتصدر مبابي قائمة هداف بطولة كأس العالم برصيد 8 أهداف متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب المركز الثاني ب7 أهداف. قال المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدييه تشامب إن مستقبله لم يتحدد بعد في ضوء هزيمة فريقه بنهائي كأس العالم، مشيرا إلى معاناة لاعب المنتخب من المرض خلال الأيام الأربعة الأخيرة. وتحدث ديشامب عقب المباراة قائلا: سوف ألتقي برئيس الاتحاد الفرنسي في بداية العام المقبل وسنناقش كل شيء. وعن المباراة قال: النصف الأول من المباراة كان صعبا، لم نكن جيدين بدنيا وجماعيا بسبب
بسبب الإصابات، وقد واجهنا منتخبا عنيدا بدأوا البطولة بالخسارة من السعودية لكنهم استعادوا حيويتهم. ومن المونديال إلى الدور المصري، وحرص البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك على الاستفسار عن تطورات تأهيل السنغالي إبراهيم ناداي جناح الفريق الذي يعاني من إصابة عضلية. وطلب فيريرا من طبيب الفريق تفاصيل عن إصابة ناداي في ظل خسارة الفريق لجهوده خلال الفترة الماضية. ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود غدا في 7 مساء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 8 لمسابقة الدوري. مشاهدينا، ختام هذه الفقرة الرياضية، أشكر حضراتكم على طيب المتابعة. نعود وألقى حضراتكم على رأس الساعة في موجز 9 صباحا، والآن الكلمة تعود مجددا للزميلة منى فاروق في هذا الصباح وفقرات وملفات هذا الصباح. شكرا لك جاكلين، ولسه فقرتنا وأخبارنا أيضا مستمرة بعد قليل. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. فيه اهتمام واضح في ملفات كثيره جدا حاصل في الوقت الراهن، من ضمنها فكره النهوض بالبحث العلمي لخدمه المشروعات طبعا القوميه. ده بيساهم في النهايه في تحقيق خطه التنميه المستدامه ورؤيه الدوله المصريه للتنميه المستدامه في 2030. ده ممكن يبقى ظاهر في حاجات كتيرة قوي، من ضمنها المشروع العلمي البحثي اللي مقدمه الدكتور أحمد خطاب الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا إنترنت الأشياء في الزراعة الذكية لزيادة الإنتاجية الزراعية لمحصول الزيتون. عندما نتحدث هنا نتحدث عن إذن تقدم وتطور في الزراعة وأيضا ملفات استخدام التكنولوجيا. الدكتور أحمد خطاب الحقيقة هو الباحث الرئيسي في هذا المشروع، مشروع المنصة السحابية زي ما بنسميها كده لمراقبة الأفات والملوحة والري الفعال لزراعة الزيتون. وده المشروع اللي بيتم بالتعاون ما بين مصر وأسبانيا، والمشروع ده ممول بقيمة 2 مليون جنيه من الجانب المصري، والتنفيذ نفسه شارك فيه نخبة من أساتذة وطلاب جامعة القاهرة. الهدف منه قد يكون توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات في قطاع استراتيجي مهم جدا زي قطاع الزراعة. في مزيد من التفاصيل هنحتاج طبعا نسأل عنها ونعرفها عن هذا المشروع، وينضم إلينا عبر زوم الدكتور أحمد خطاب الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة والباحث الرئيسي في المشروع. صباح الخير يا دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور أحمد، حضرتك سامعني؟ خير يا منى، صباح الخير للمشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. بنتحدث هنا عن مشروع في منتهى الأهمية، لأنه أي حاجة الحقيقة فيها حديث عن الزراعة هو بالنهاية المطاف حديث عن الأمن الغذائي عندنا في مصر هنا. ياريت تكلمنا أكثر عن هذا المشروع وكيفية دمج هذه العناصر مع بعض، يعني فكرة محصول الزيتون مع تكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء. زي أنت ما قلت يا منى، خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 بتتبنى او بتعتمد على التحول الرقمي. ولما نيجي نتكلم على التحول الرقمي مش بنتكلم على مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بس، لا، ده كل المجالات اللي بتمس حياتنا، سواء زراعه، سواء نقل، سواء تعليم او صحه. فكل المجالات دلوقتي خطه الدوله ماشيه في اتجاه التحول الرقمي فيها، وشفنا امثله كثيره قوي. في توجه برضه للدوله الناتج من كده لتمويل الابحاث العلميه بحيث ان هي تخدم الخطه بتاعت الدوله من جهات التمويل المصريه، اللي على سبيل المثال هيئه تنميه الصناعات ايتيدا. فاللي بيحصل ان احنا
قدمنا او عندنا خبره في تكنولوجيا المعلومات. انا دكتور في هندسه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ف دورنا كمهندسين ان احنا بندخل التكنولوجيا دي في القطاعات اللي ممكن تستفيد منها. فكان في كول او كان في دعوه للمشاريع للتعاون مع اسبانيا، فاحنا شكلنا مجموعه تحالف ما بين جامعه القاهره وما بين شركه مصريه وشركه اسبانيه وجامعتين اسبانيتين، علشان نشوف ازاي ممكن نوطن صناعه تكنولوجيا المعلومات لما فيه مصلحه للبلدين مصر واسبانيا. فدرسنا شفنا ايه هي المحاصيل المناسبه او المحاصيل الزراعيه اللي ممكن تستفيد من توطين تكنولوجيا المعلومات فيها. زي ما حضرتك عارفه ان اسبانيا من اكبر او رقم واحد في العالم في تصنيع الزيتون. بس انا كان مفاجاه ليا، انا مش باك جراوند زراعيه، كانت مفاجاه ليا ان مصر تحتل المركز الثاني في صناعه الزيتون ومنتجاته. مصر قبل احنا قبل اليونان كمان؟ فوجئنا ان احنا 18% من الانتاج العالمي من مصر. انا عارفه طول الوقت ان احنا متقدمين جدا في محصول الزيتون، بس انه كمان نبقى قبل اليونان، لانه اليونان كمان ليها يعني صولات وجولات. البحر المتوسط كلها يعني. طبعا ان دول البحر المتوسط عشان المناخ بتاع البحر المتوسط كله مناسب لزراعه الزيتون، فمصر تحتل المركز الثاني في احصائيات 2020. طب حصل حضرتك سؤال يا دكتور، ليه اشمعنى الزيتون اللي اخترناه عشان نطبق البحث ده عليه؟ علشان محصول استراتيجي للدولتين. في صناعات كتيره قوي مش مجرد زراعته ده، ومش تصنيع ومش تصدير بس، ده في تصنيع زيوت ومنتجات اخرى بتعتمد على زراعه الزيتون، فبالتالي ده محصول استراتيجي للدولتين. ايه النتائج اللي طلعنا بيها لغايه دلوقتي يا دكتور؟ يعني فكره التطبيق نفسه وادخال التكنولوجيا في هذا المحصول، هل وصلنا لنتائج حاليه؟ هل في لسه نتائج مستقبليه اخرى مرجوه؟ تمام. هو المشروع مشروع تطبيقي، فالهدف منه ان احنا بنطلع برودكت او بنطلع منتج قابل ان هو نستخدمه لتحسين الانتاج. ف البدائل الموجودة الثانية بتبقى بدائل مش مظبوطة على المناخ المصري أو المناخ الأسباني. خلينا نتكلم عن المناخ المصري بس. الناس المزارعين في السابق كانوا بيشتروا أجهزة مشابهة أو أنظمة مشابهة بس عامة، مش يعني مخصصة للبيئة المصرية. فاللي احنا عملناه ان احنا عملنا جزئين، جزء اللي هو الهاردوير أو جزء اللي هو المحطات اللي بتعمل قياسات لل كل العوامل المؤثرة على زراعة الزيتون. لو جينا نبص على العوامل المؤثرة بتنقسم لأكثر من محور. أول محور العوامل الجوية، من درجة حرارة، من رطوبة، من إشعاع الشمس، من اتجاه وسرعة الريح، من كمية الأمطار. الناس بتوع الزراعة قالوا لنا الحاجات دي مهمة قوي، بتساعدنا إن احنا نعرف قد إيه الشجرة تنمو، قد إيه الحشرات بتتكاثر، أو الديفلوبمنت سايكل أو درجة أو دورة حياة الحشرات المؤثرة على المحصول أو الزراعة. المحصول كل الحاجات دي بتعرفها لنا الحاجات الجوية. طيب إلى جانب الجو وإلى جانب الزراعة نفسها، أنا عايز أكلم مع حضرتك على صلب تخصص حضرتك وهو الهندسة وهندسة التكنولوجيا الاتصالات تحديدا. احنا في مصر هنا عارفين ان احنا في هذا ملف لا متطورين ومتقدمين، وبقى عندنا نو هاو في مجالات كتيرة جدا يعني تكنولوجيكلي بيزد، الحقيقة يعني مهمة جدا. بس خليني اسأل حضرتك سؤال، لأي مدى عندنا هذا التقدم في استخدام التكنولوجيا وتكنولوجيا انترنت الأشياء كمان، لأنه هي لسه يعني من المفاهيم إلى حد ما نسبيا حديثة شوية، إلى أي مدى عندنا تطور فيها ونقدر نعمل لها أبليكيشن أو تطبيق فيما بعد على بقى تخصصات أخرى سواء زراعية أو مجالات بقى الحياتية اللي قد كده حوالينا؟ يعني إحنا خلاص إحنا خلصنا السيستم الهاردوير، بنجمع كل البيانات اللي إحنا عايزينها، بعد كده بنشتغل على جزء الذكاء الاصطناعي. عملنا أنظمة الذكاء الاصطناعي بتعرف كمية الحشرات، بتاخد قرارات امتى نرش المبيدات، امتى نرش النبات، امتى ناخد الاكشنز الصح. احنا في مصر بنروي هنا، بنزرع الزيتون في سينا وبنروي بميه مالحه، عرفنا نعمل ان احنا ندي ريكومنديشنز او توصيات للمزارعين ازاي يرووا امتى وبانهي نوع ميه. فاحنا وصلنا خلاص، عملنا بلاتفورم كامل على الكلاود او على السحابة الحسابية بيتنبأ بكل حاجة. أنا ممكن دلوقتي للسنة الجاية أقول لحضرتك كل يوم درجة الحرارة عاملة إزاي، إمتى اليرقات هتتحول لحشرات، إمتى
امتى هيحصل اوت بريك للافه، امتى هيحصل المرض، فبتنبأ بالمرض حاليا قبل ما يحصل، وبالتالي اقدر اقول للناس بتوع الزراعه ان هم ياخدوا الكاونتر ميجرز او الاجراءات الوقائيه قبل ما يحصل ضرر على المحصول. نعم، الدكتور احمد خطاب الاستاذ بكليه الهندسه بجامعه القاهره والباحث الرئيسي بهذا المشروع، كل الشكر يا فندم لحضرتك، وكل الشكر اكيد للفريق كمان اللي مع حضرتك. هكلم حضراتكم دلوقتي عن ايلون ماسك. وإيلون ماسك اليومين الأخرانيين دول كان مثار كلام لسببين. السبب الأولاني وده السبب الأخير، التيشيرت اللي كان لابسها امبارح في المونديال والناس كلها علقت عليها، إنه يعني إيلون ماسك يا جماعة اللي يقدر يلبس يعني البراند نفسه، اسم البراند نفسه ممكن يلبسه، مش تيشيرت من براند، لابس تيشيرت سادة ومش براند ومش أي حاجة خالص وسيمبل جدا، وده يمكن إدى دروس كتيرة قوي إنه حقيقي المغالاة في البراندات واللهفة ورا الماركات الغالية قوي والحاجات دي كتير قوي الحقيقة ما بيبقاش ليها لازمة. يعني راجل ملياردير ويقدر يشتري زي ما بقول لحضراتكم كده اللي هو عايزه، لكن يعني لابس تيشيرت بسيطة سيمبل متواضعة سادة خالص، ده حاجة أثار بيها الجدل امبارح إيلون ماسك. في بقى حاجة تانية أهم من كده بكتير الحقيقة، إيلون ماسك بقاله فترة العالم بيتكلم عنه فيها. حضراتكم عارفين إنه الشيبس أو الرقائق خلاص دلوقتي التوجهات إنه تدخل في جسم الإنسان لأسباب وأغراض مختلفة. إيلون ماسك الملياردير طبعا المعروف تحدث مؤخرا عن إعلانه عن أحدث هذه الرقائق الإلكترونية، وإنه هذه الرقائق هيقدر من خلال شركته إنها تبدأ بزرع، أو شركته تبدأ بزرع الرقاقات الإلكترونية في أدمغة البشر اعتبارا من العام المقبل. طيب الشركة نفسها شركة نيورالينك اللي أسسها ماسك في 2016 قدرت تطور شريحة تتزرع جوه الدماغ، دماغ البشر، عشان تسجل وتحفز نشاط الدماغ في وقت واحد. طيب ايه الفايده من كده؟ الفايده من كده انه احنا طول عمرنا عارفين الناس اللي بيبقى عندها بعض انواع الاصابات في الحبل الشوكي والاعصاب، خلاص يعني في الغالب في انواع من هذه الاصابات بيتقال لاصحابها خلاص يعني انسى، انت الاضطرابات العصبيه اللي عندك دي عمرها ما هتتعالج، ولو انت مش بتمشي بسبب اصابات الحبل الشوكي خلاص مش هيحصل انها تتعالج ومش هينفع. الكلام الطبي دلوقتي او الكلام العلمي عفوا دلوقتي انه هذه الرقاقات قد تؤدي الى انه يستطيع الانسان أن يعود ويسير على قدميه مرة أخرى ويتخلص من جزء كبير من الاضطرابات العصبية اللي عنده بسبب هذه الرقاقات. ده خبر المفروض العالم كله يقف عنده، لأن ده لو حصل وتعمل واتطبق وأثبت نجاحه أكيد هيبقى، مش هنعتقد بقى، أكيد هيبقى ثورة حقيقية في عالم التقدم الطبي والتكنولوجي معا. المهندس أحمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات معانا هاتفيا، يا صباح الخير يا باشمهندس. يا صباح النور على حضراتكم وصباح النور على حضرتك يا أستاذة منك. الرقائق اللي أعلن عنها إيلون ماسك إن شركته هتعملها نيورالينك، هي الشركة طبعا اللي عنده اللي هي ماسكة الخط التكنولوجي عنده دي، لو بنتكلم على إنه تتزرع الرقاقة في دماغ البشر فتقدر تنظم الإشارات العصبية المتعلقة بإصابات وضرر الحبل الشوكي والاضطرابات العصبية التانية اللي في الجسم، الكلام ده ازاي علميا بيتطبق والى اي مدى خلاص تم التاكد انه هيبداوا يشتغلوا على ده فعليا؟ طيب اولا عايزين نعرف الناس شركه نيورالينك يعني ايه. هو طبعا زي ما حضرتك قلتي اسسها ايلون ماسك مع مجموعه اشخاص، وهدف الشركه دي ان هي شركه طبيه تقنيه ان هي تعالج الخلايا العصبيه بطريقه رقميه، انهم يستفادوا من التطور التكنولوجي الحديث. احنا طبعا في 2022 وداخلين على 2023 كل ماده التكنولوجيا بتتحدث وبنستفاد منها اكتر واكتر عن طريق الذكاء الاصطناعي في الطب والتعليم، عن طريق مثلا رقائق كتير جدا. طب ازاي بقى بيتم الشريحه دي او شريحه نيورالينك بيتم وضعها في الانسان؟ بيتم زراعتها يعني داخل الجمجمه، بيزيلوا قطعه من اعلى الجمجمه في منتصف الراس وبيضيفوا بدلها شريحه النيورالينك، وبيوصلوا الاقطاب الكهربائيه بتاعتها مع المخ بحذر تام طبعا، وبيخيطوا الجرح ومش بيكون باين تماما انه حد حاطط الشريحه دي. يعني ممكن يكون يعني حضرتك قاعده وجنبك حد في المستقبل حاطط النيورالينك ومش باين عليه، وممكن اصلا يكون اصلا كان مشلول
وتعالج عن طريق الشريحة دي. وده فعلا بيحصل، لأن هم في 2021 جابوا الله يكرمكم قرد، والقرد ده ركبوا له شريحة النيورا لينك دي وخلوه يلعب لعبة إلكترونية على الشاشة، ولعبها من غير ما يغلط 1%، والفيديو ده منتشر أصلا على الإنترنت. طيب الشريحة دي لما هتتوصل في داخل الدماغ بالناقلات الكهربائية أو الناقلات العصبية اللي موجودة طبيعية بقى بتاعت الإنسان، بالضبط. التوصيلة دي يا باشمهندس أحمد، يعني إحنا في التكنولوجيا طبعا بيحصل system is down، بيحصل مشاكل في الإنترنت، ده وارد. هل ممكن في المستقبل بعد تركيب الشريحة دي يحصل أي أثر سلبي، أو الناقلات العصبية دي الكونكشن بتاعها يحصل له دامج من أي نوع؟ الحقيقة هو كل حاجة في حياتنا فيها سلبيات وفيها إيجابيات، لكن من الناحية دي بالذات لازم نحدد إيجابياتها أكتر من سلبياتها بطريقة حذرة جدا، لأن في المستقبل القريب لما يتم وضع الشرائح دي عن طريق الأقطاب الكهربائية بتاعتها داخل الدماغ، بيكون في حاجات معينة زي السنسورز والحساسات هي اللي بتكون بتشتغل أكتر من أي حاجة موجودة، فبالتالي بيكون في بينك وبينها تطبيق على الموبايل وبيقول لك إحداثيات جسمك كلها، وبيقول لك إيه اللي بيحصل وإيه اللي داخل وإيه اللي خارج بعد كده، وكمان تقدر تخزن عليها معلومات زيادة عن اللزوم وزيادة عن القدرة البشرية اللي احنا بنستوعبها. يعني المزايا اللي بتقولها دي يا باش مهندس ممكن تفهمنا انه في الشغل دلوقتي على الناس اللي عندهم شلل او اضطرابات عصبية خطيرة، لكن ممكن في المستقبل بني آدم ما يبقاش عنده اي مشكلة يركب الشريحة دي في دماغه علشان يقدر يبقى عامل اتساق مع تغيرات جسمه زي ما بتقول كده، وضربات القلب بقى والضغط والمؤشرات الحيوية اللي عنده كلها. أنا هقول لحضرتك على حاجة، على لسان إيلون ماسك نفسه، على كلامه نفسه، إن الشريحة دي بتقدر تصلح أي خلل في الدماغ وبتعيد البصر، حتى لو فقدت العصب البصري وحاسة السمع والشلل التام كامل بيعيده برضه في نفس الوقت، إن هي بتصلح حاجات كتير وبتديك حساسيات. هو متوفر الآن حساسات مثلا سمارت بند بتلبسها في إيدك تجيب لك مثلا احداثيات جسمك كلها طبعاً. عن طريق وضربات القلب وكل حاجه دي طبيعيه، بالظبط دي طبيعيه. الموضوع ده مطور اكتر، ان هو بقى بيكون اتصال بين المخ وبين الشريحه دي، فبالتالي بيعالج الحته المفقوده في الخلايا العصبيه من ناحيه الشريحه والمخ. ده على حسب كلام إيلون ماسك، على حسب الابحاث العلميه اللي هم بيعملوها، ودي قريب هتنزل. يعني البشريه كلها بتشوف في الحقيقه ثورات علميه كبيره جدا، وزي ما حضرتك سريعا كده يعني سريع احنا في المستقبل القريب ان ممكن يكون حواليك شخص روبوت وانت مش هتقدر تعرف نهائي انه روبوت، مش هيكون في فرق بينك وبينه بالشكل، حتى التصرفات هيكون اسرع منك بكتير لدرجه انك تقدر تسوق طياره بدون طيار بتفكيرك فقط عن طريق الشريحه دي. عن طريق الشريحه دي اللي هتبدا تشتغل طبعا. ده 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 ممكن يعني مواطن عادي انا ممكن اروح اقول له مثلا عايز اركب شريحه ولا دي ماني هو بتكلم قدام طبعا بعد سنين بقى طبعا هي ليها مثلا ليها طبعا شروط معينه، بس هي في الاغلب على لسان ايلون ماسك التصريح اللي قالها وقال 80% من البشر ممكن يركبوها عادي. كم في المية؟ 80% 80% تمام بالظبط كده. المهندس أحمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات، كل الشكر يا فندم لوجودك معنا. ده ما كانش خبر، ده مش خبر، ده ثورة في العالم كله هتحصل، ثورة تكنولوجية ومعلوماتية وطبية يعني من الطراز الأول، لأنه خلاص بنتكلم. يعني أنا الحقيقة يعني أكتر حاجة تهمني غير التقدم التكنولوجي وكل الكلام ده، أنه الأمل اللي اتزرع بإذن الله تعالى وبرحمته طبعا، يعني أنه الأمل اللي اتزرع عند ناس كتير حول العالم ممن لا يستطيعون السير، سواء اتولدوا كده، لأنه كمان كان في الخبر أنا فاكرة لما قريته في الأول، يا إما الناس اللي هي اتولدت عندها شلل ما بتقدرش تمشي، أو الناس اللي أصيبت في حوادث في عمرها وفقدت القدرة على السير. في الحالتين ده أمل كبير قوي للناس دي، قوي إن هم إن شاء الله يا رب إن شاء الله تكمل هذه الفكرة على خير ويقدروا يمشوا على رجليهم يا رب مرة تانية إن شاء الله.
خلينا نروح سريعا لخبر آخر قبل ما نروح لموجز التاسعة صباحا. المعهد العالي للفنون الشعبية بينظم احتفالية المؤتمر العالمي تحت شعار 40 عاما على إنشاء المعهد العالي للفنون الشعبية بدءا من اليوم 19 ديسمبر ومستمر حتى الغد 20 ديسمبر. إيه الهدف؟ الهدف هو بحث التجربة العلمية والثقافية لهذا المعهد خلال 4 عقود. للمزيد نتابع مع حضراتكم العرض التالي. معنا هاتفين الدكتور مصطفى جاد عميد المعهد العالي للفنون الشعبيه. صباح الخير يا دكتور. يا صباح الفل والجمال، اهلا بيك واهلا بمشاهدينا. صباح البهجه على حضرتك. دكتور مصطفى، المعهد نفسه انشئ في 81 وبدا العمل فيه بشكل يعني او الدراسه الفعليه فيه سنه 82. نعم. في ناس كتيره يا دكتور لغايه النهارده ما تعرفش تحديدا ايه طبيعه المعهد العالي للفنون الشعبيه، يا ريت تكلمنا اكتر عنه يا دكتور. شوفي، هو بس كلمة معهد العالي للفنون الشعبية ده معهد بيدرس الثقافة الشعبية والتراث الشعبي بشكل عام. بيخرج مرحلة البكالوريوس، طلبة من ثانوي أو دبلوم بيخشوا يلتحقوا بيه، أو مرحلة الدراسات العليا الطلبة اللي هم معاهم بكالوريوس أو ليسانس أصلا ويكون عاوزين يلتحقوا بالمعهد ياخدوا سنتين دراسات عليا. المعهد حضرتك اسمه الفنون الشعبية، بس قد يرتبط مصطلح الفنون الشعبية عند الـ بالاستعراضات والرقص الشعبي والفرق الشعبية. طب ما تغيروا يا دكتور اسمه، ما هو ما بحاول، لأنه فعلا هي دي الصورة اللي متاخدة عن المعهد. لا بس هو التصق بينا لأنه داخل أكاديمية الفنون، أنت عارفة، لأنه أكاديمية الفنون فيها معهد العالي للفنون المسرحية ومعهد العالي للموسيقى ومعهد السينما إلى آخر المعاهد الموجودة، فاحنا دخلنا في منظومة الفنون. فلما طلع قرار الأكاديمية إنشاء المعهد أخذ اسم هذا الاسم بناء على كمان التاريخ اللي موجود. لكن في حقيقة الأمر هو المعهد الوحيد اللي بيدرس تراث شعبي وبيخرج طالب، حضرتك تخيلي طالب بكالوريوس يكون معاه بكالوريوس في العادات والتقاليد الشعبية. العادات والتقاليد الشعبيه. ايوه يا فندم، رائع. العادات والمعتقدات الشعبيه، وقسم فيه الحرف والثقافه الماديه، يتخرج فيه الادب الشعبي فقط، ما فيش حد على ما فيش حاجه في المنطقه العربيه كده فيها كده، يتخرج في قسم الفنون الاداء الشعبي أو, أو, او 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 قسم التوثيق. احنا عندنا قسم لتوثيق التراث فقط. نعم. يعني الطالب بياخد فيه بكالوريوس. طيب الحقيقه المعهد ده بيخلي الطلاب كمان الجيل الجديد ازاي يكونوا مرتبطين بهويتهم، مش قرايه وبحث، لا ده كمان علم ودراسه. اه طبعا، ده احنا يا فندم الحرف الشعبيه حتى القديمه النهارده بنقول يا ريت نتكلم عنها علشان ما ننساهاش وما تضيعش وهي في ثقافتنا وتراثنا، فما بالنا بقى بالعادات والفنون دي، كمان نقطه مهمه جدا. دكتور مصطفى، الهدف يمكن من الاحتفاليه دي 40 عاما على انشاء المعهد العالي للفنون الشعبيه هي فكره انه نبحث التجربه العلميه والثقافيه للمعهد خلال 4 عقود. كلمنا اكثر عن هذه التجربه والقيمه الفعليه العلميه لهذا المعهد. تجربه طويله جدا، وانا عاوز اقول لحضرتك المعلومات اللي حضرتك قلتي عليها، الاشكاليات اللي عندنا اللي في الحرف، العناصر اللي بتندرس من التراث الشعبي، المظاهر الشعبيه، الناس، وجهه نظر الجماعه الشعبيه في الحياه بشكل عام، لان احنا بندرس بننزل نسجل حضرتك الحكايات بتاعت الناس بتقول ايه، عادات الطعام بتاعتهم ايه، العادات الخاصه باداب السلوك الى اخره. اللي انا عاوز اقول لحضرتك انه ما تم من تراكم دراسات وخبرات خلال ال 40 سنه اللي فاتوا دول كونوا عندنا، عاوز اقول ايه، ارشيف رائع جدا جدا للتراث الشعبي، نتمنى ان هو كمان يستفاد بيه وتطبيقه. اصبح عندنا كمان مش المعهد بس، جزء من المعهد في مركز لدراسات الفنون الشعبيه، اللي هو برضو على فكره مركز دراسات الفنون الشعبيه
قرار انشائه من 57 بس تم ضمه الى معهد الفنون الشعبيه، بيضم كل الدراسات الميدانيه من سنه 57 حول المجتمع المصري حتى الان. وايضا هناك متحف للفنون الشعبيه تطور ال 40 سنه بقى، متحف ضخم. كان عندنا متحف صغير عباره عن غرفتين، دلوقتي متحف ضخم على 2000 متر فيه كل عناصر التراث الشعبي في كل البيئات الثقافيه الشعبيه. يعني ممكن تشوفي فولكلور النوبه، فولكلور وقت سيوه، فولكلور الدلتا، فولكلور الصعيد، فولكلور الحضر. كل ده خلى عندنا هذه الرؤيه العلميه والابداعيه للتراث الشعبي من خلال الطلاب ومن خلال الاطروحات العلميه الماجستير والدكتوراه والمتحف ده يا فندم موجود مفتوح وممكن لغير المنتمين المعهد يجوا يزوروه داخل المعهد العالي للفنون الشعبيه. تمام، انا اتمنى الحقيقه ان احنا ننظر الى هذا المعهد لانه حقيقي القيمه العلميه والثقافيه اللي بيتكلم عليها الدكتور مصطفى مهمه جدا، ومهم كمان ان احنا كنا نوضح حتى طبيعه هذا المعهد وما يقدمه من علم وثقافه لا تتعلق فقط بالفنون الشعبيه كفكره استعراضات يعني، وانما الموضوع اكبر من هذا ايضا بكثير. دكتور مصطفى جاد عميد المعهد العالي للفنون الشعبيه، كل الشكر يا فندم لوجود حضرتك معانا هاتفيا. والان التاسعه صباحا موعد موجز اخباري جديد ياتيكم على راس الساعه من اكسترا نيوز بتصحبنا اليه جاكلين ماهر اللي بنصبح عليها مرة تانية. إليك جاكلين. شكرا منا وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في موجز التاسعة صباحا. التاسعة صباحا السابعة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية. كما وجه الرئيس بتحديد سعر توريد للقمح بحيث يحقق عائدا اقتصاديا مجزيا للمزارعين والفلاحين ويدعم زيادة كميات توريد المحصول. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف إسقاط عدد من الطائرات المسيرة أثناء تحليقها في المجال الجوي في أحداث لكييف أو في أحدث هجوم تشنه روسيا على المدينة، وأفاد شهود بسماع دوي عدة انفجارات في المدينة وفي المنطقة المحيطة بالعاصمة. جاء ذلك بعد أن أعلنت القوات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في عموم البلاد محذرة من موجة هجمات روسية جديدة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن حماية حدود بلاده أولوية دائمة، وفي كلمة له بالفيديو أشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا مستعدة لكافة السيناريوهات المحتملة. جاءت تصريحات الرئيس الأوكراني قبل زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا وسط حديث عن هجوم محتمل جديد قد تشنه موسكو وتوقعات بأنه قد ينطلق من بيلاروسيا. يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الإعلان عن تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من ذخائر المدفعية خلال اجتماع في لاتفيا للدول الأعضاء في تحالف قوة الاستطلاع المشتركة جيف. وقال بيان صادر عن مكتب سوناك إنه سيدعو دول التحالف إلى الإبقاء على مستويات عام 2022 من الدعم لأوكرانيا أو زيادتها خلال عام 2023، كما سيعلن عن تزويد كييف بمئات الآلاف من قذائف المدفعية العام المقبل بموجب عقد بقيمة 304 ملايين دولار. أعلنت الشرطة الكندية مقتل 5 أشخاص وإصابة آخر في إطلاق نار بضواحي تورونتو شرقي كندا، وأوضح قائد الشرطة أن المشتبه به لقي مصرعه بعد تبادل إطلاق النار مع عناصر الأمن، مضيفا أن إطلاق النار وقع في مبنى سكني.
نشر الجيش التايلاندي سفنا حربية وطائرات هليكوبتر في محاولة لتحديد مكان 33 من مشاة البحرية في عداد مفقودين بعد غرق سفينتهم في مياه خليج تايلاند. وبحسب سلاح البحرية فقد تم إنقاذ 73 من أصل 106 أشخاص كانوا على متن السفينة المنكوبة التي واجهت عطلا في المحرك. ختام الموجز. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، والآن عودة لاستكمال باقي فقرات هذا الصباح مع الزميلة منى فاروق. تفضلي منى. شكرا لك جاكلين. وبالأمس كان ختام مونديال كأس العالم 2022، ولنا وقفة بعد قليل نتحدث فيها عن أبرز اللقطات والمفاجآت التي جاءت في هذا المونديال. ابقوا معنا. بالأمس انتهى ماراثون النسخة 22 من مونديال كأس العالم، وبمواجهة قوية بين الأرجنتين وفرنسا، والتي انتهت بتتويج منتخب التانجو بطلا لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه. قبل المباراة على طول في ناس كتيرة ما كانوش شايفين إلا يمكن صورة واحدة بس، هي صورة ميسي. طبعا الجماهير بتعشقه في العالم، وهو بيرفع كأس العالم وبيقولوا ما حدش غيره ينفع ياخد الكأس. ويمكن الرابطة كانت أكتر طبعا بمارادونا أسطورة الأرجنتين. كانوا كمان في مطالبات كبيرة جدا جماهيرية على مستوى العالم بأنه مدرب الأرجنتين يشوف طريقة عشان يوقف بها النجم الفرنسي مبابي أو قطار فرنسا السريع زي ما بيسموه. الحقيقة أنه في لقطات كتيرة جدا حصلت في هذا المونديال، مش هنتكلم بس عن مباراة الأمس اللي حقيقي بكل معنى كلمة سيبت ركبنا يعني وإحنا بنتابعهم ونتفرج عليها، ولكن في النهاية أرجنتين حسمت هذا اللقب لصالحها. وكاس العالم ده كان نسخته كانت مميزة جدا، مليان مفاجآت، ومن أول أسبوع كان الكل بيقول أنه مونديال المفاجآت. هنتكلم عن هذا المونديال مع ضيفنا الكريم الناقد الرياضي الأستاذ هاني عبد الصبور. يا صباح الخير يا استاذ هاني. صباح الخير عليك وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك. خليني اسال حضرتك في البدايه سؤال، هو ان نتيجه المباراه امبارح كانت منطقيه ولا كانت بجمله المفاجات اللي احنا عمالين نشوفها في المونديال من الاول؟ بص، خلينا نقول ان النسخه الحاليه من منتخب الارجنتين هي النسخه الاضعف، ممكن اضعف نسخه لعب معاها ميسي منذ 2006 لحد دلوقتي. بس الناس كانت بترشح منتخب الارجنتين عشان خاطر ميسي، يعني اذا كنا يعني اذا كان العالم مدين للانجليز باختراع كره القدم، فكره القدم نفسها مدينه لميسي بزياره الشعبيه بتاعتها. ميسي من 2004 2005 تقريبا بيقدم كل الفنون في كره القدم، سواء بقى مهاره، اهداف، بطولات، ارقام، كل حاجه عملها ميسي. فدي الفرصه الاخيره ليه، فالناس كلها كان في تعاطف مع ميسي، بعكس منتخب فرنسا طبعا بيقدم كره كويسه وليه جمهور كبير جدا، بس في الاخر يعني منتخب فرنسا لسه واخد كاس العالم 2018، فياخد اللقب اللي ورا منه كانت حاجه هتبقى صعبه، خصوصا الناس كلها كانت زي ما بقول لحضرتك متعاطفه مع ميسي وعايزينه ينهي مشواره الدولي ب
بطوله كبيره زي كاس العالم، لان المقارنات بينه وبين مارادونا كانت كبيره جدا، فمحتاج كاس العالم عشان يثبت ان هو الافضل في تاريخ كره القدم وتاريخ الارجنتين. طيب المباراه امبارح الناس كانت بتتكلم على فكره ايه؟ حتى يعني اكثر الناس تعصبا للارجنتين كانت بتتكلم انه منتخب فرنسا تميز بكم كبير جدا وغير مسبوق ربما في هذا المونديال من المثابره والصمود والاخر لحظه، وده كان واضح في صور كثيره جدا في اللعب، في ركلات الترجيح، في حتى في نزول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد المباراه لمواساة اعضاء الفريق. المشهد ده شفته ازاي؟ يعني ما بين استبسال وروعه اداء الارجنتين امبارح او ميسي وما بين صمود ومثابره منتخب فرنسا. طيب هو خلينا بس نقول برضو مش ميسي لوحده اللي جاب البطوله، يعني البطوله ليها عوامل كتير جدا، حتى صدت مارتينيز اللي في اخر الماتش دي طبعا كانت مهمه جدا عشان يقدر يلعب ضربات جزاء ويقدر ميسي يفوز بالبطوله. فرنسا منتخب مميز، منتخب يمتلك عناصر شابه. المباراه كان فيها جيم تكتيكي كبير جدا ما بين ديدييه ديشامب مدرب فرنسا واسكالوني المدير الفني المنتخب الارجنتين. تفوق اسكالوني في الشوط الاول تقريبا لحد ما اكبر ديدييه ديشامب على اجراء بعض التغييرات. شفنا جيرو بيخرج في الشوط الاولاني، شفنا عثمان ديمبلي اللي كان في مستوى مزري صراحه، وشفناه حتى بيرتكب ركله الجزاء ضد دي ماريا لحد الدقيقه حاجه و60 تقريبا. يعني سكالوني عمل العكس اللي عمله ديشام وطلع دي ماريا اللي كان متوهج وكان رئة او نفس يقدر منتخب الارجنتين يخرج عليه بالكوره، وبالتالي تحولت الدفه كلها الى صالح منتخب فرنسا مع التغييرات اللي عملها دي ديشام. وبعدين لما يكون في موهبه في الملعب زي امبابي انت مش محتاج غير 94 ثانيه تقريبا عشان تسجل جونين، يعني جاب ركله الجزاء هدف اللي ورا منها على طول تقريبا في 94 ثانيه عادل النتيجه. فامبابي ما ينفعش تسيب له المساحه وتسيب له الكره يقدر يلعب بيها، لان هي الكره اول ما توصل لامبابي ده عنصر الخطوره بالنسبه للنجم الفرنسي اللي هو هيكتسح العالم خلال الفتره المقبله. فالمباراه كان جيم تكتيكي، بس في الاخر نقدر نقول ان كره القدم انتصرت لفكره العدل، لفكره ان ميسي يبقى معاه بطوله يزين بيها. يعني ما ينفعش كاس عالم من غير ميسي، حتى احنا كتبنا امبارح وفاز كاس العالم بميسي مش ميسي اللي فاز بكاس العالم. هو ميسي كده هيقدر يدخل المونديال اللي جاي؟ لا هيقدر يدخل المونديال الجاي وهيكمل، بس اعتقد ان هي هتبقى صعبه عليه بعد 4 سنوات ان يكون موجود بالنسبه لسنه وبالنسبه للياقته وبالنسبه كمان لارقامه. لما تعرفي ان ميسي تقريبا قضى نص مشوار البطوله ده بيتمشى في الملعب مستني الكره تجيله عشان اللحظه اللي ينقض فيها الفريز. ليه ناس كتير قوي من امبارح عماله بتتكلم على انه قد ايه هيبقى دمه تقيل شكل المونديال اللي جاي من غير ميسي ورونالدو؟ دايما بص الكوره دايما كل حقبه زمنيه فيها نجومها، يعني طبعا عاصرنا بقى رونالدو وروبرتو باجي وعاصرنا ناس كتير جدا، ووصلنا بقى لحد ما وصلنا للحقبه الزمنيه بتاعه ميسي ورونالدو. كاس العالم اللي جاي بقى هيبقى رخم مش عشان خاطر ما فيهوش نجوم، عشان خاطر فكره هيبقى 48 منتخب والتنافس هيقل اكيد ما بين المنتخبات، هيكون في منتخبات ضعيفه ففي نتائج محسومه، فده اللي هيخلي المتعه تقل في الفتره اللي جايه. لكن بعد ميسي ورونالدو في مبابي 24 سنه لسه بيكتسح الملاعب، معاه كاس عالم، ارقامه في كاس العالم وارقامه التهديفيه كمان ارقام مميزه جدا. فاعتقد ان الفتره الجايه هتبقى امبابي ومعاه هالاند، بس هالاند هيواجه صعوبه ان هو منتخب بلاده الدنمارك النرويج منتخب ضعيف، فمش هيبقى موجود بالتنافس بحجم منتخب فرنسا. فالفتره الجايه فتره امبابي لحد ما نشوف مين جاي تاني معاه، مين تاني، مين نجوم تانية هتسطع. وخد بالك لازم هو يكون في 2 قصاد بعض عشان يكملوا التنافس عشان يقدر يحقق الارقام اللي بيحققها ميسي ورونالدو. قبل ما اسال حضرتك بقى ونسيب خلاص مباراه امبارح واسال حضرتك على المنتخبات العربيه عموما، لانه في برضو من ضمن الحاجات اللي الناس مش فاهماها قوي ظهور اداء المنتخبات الاوروبيه امام المنتخبات العربيه من اول المونديال ولغايه لما المغرب حصد المركز الرابع. هل المنتخبات الاوروبيه هي اللي ما كانتش بتلعب بقوه قوي امام المنتخبات العربيه، ولا المنتخبات العربيه تحديدا المغرب اللي قدر يصمد للاخر هو اللي كان عنده تطور كبير في ادائه؟ بس قبل ما نرجع للمنتخبات العربيه هنشوف مع حضرتك حصاد كده عام عن الارجنتين ما حققته في كاس العالم. We'll be right back.
عودة من جديد وسؤالي للأستاذ هاني عبد الصبور عن أداء، أو لو هنقدر نعمل مقارنة بقى لو بنتكلم بصفة عامة يعني، عن أداء المنتخبات الأوروبية والمنتخبات العربية. في ناس بتقولك أنه لا، المنتخبات العربية أدائها هي اللي اتطور قوي، وفي ناس بتقولك أنه لا، في بعض المباريات كان منافس المنتخب العربي منتخب على الأقل في المباراة دي ما كانش مقدم أفضل ما عنده. أنت شفت إزاي الأداء المنتخبات العربية؟ خلينا نقول أن في شقين، مبدئيا البطولة بتلعب في شهر في الشتاء نوفمبر، فده لسه اللعيب العربي، اللعيب الاجنبي كان بيتفوق في السابق في الصيف بفكره ان هو عنده الحمل البدني الزائد فبيكمل نهايه الموسم، فهو قدراته البدنيه افضل بكتير من قدرات اللاعب العربي نظرا للنشأه بين الاثنين في قطاع الناشئين، فده الجزء البدني. الجزء بقى الثاني الفني، الجمهور اللي كان موجود في قطر، الجاليه العربيه عملت مسانده كبيره جدا جدا لكل المنتخبات العربيه، فاصبح ما فيش فوارق، بجانب بقى كمان ان المنتخبات دي بقى فيها عدد كبير جدا من المحترفين فقادرين يتعاملوا مع مثل هذه المواقف. حتى بنشوف حكيمي مع امبابي في نهايه المباراه فرنسا والمغرب، العلاقات والصداقات اللي ما بينهم بيلعبوا مع بعض، ففي محترفين كتير، فبالتالي الجاب او الفجوه اللي ما بين المنتخبات العربيه والمنتخبات الاوروبيه قلت كتير جدا في مونديال قطر نظرا للاجواء للجاليه الجماهيريه زي ما بقول لك. فكره كمان الشق البدني ده مهم جدا، الناس مش واخده بالها منه، احنا كنا بنوصل مثلا نلعب في شهر 6 او 7 اللاعب العربي كان منهك بدنيا تماما بيوصل للمراحل النهائيه خلاص مش قادر، اللاعب الاوروبي لا لسه عنده قدره بدنيه فكان بيظهر هنا التفوق البدني وبالتالي في التفوق في النتائج. حتى لما نشوف البطوله دي مفيش فرق كبير جدا في النتائج، ما شفناش نتائج تقيله بعكس المونديالات السابقه اللي كان فيها نتائج كبيره جدا وارقام تاريخيه. نعم، ابرز اللقطات اللي شفتها كان فيها مفاجآت حقيقية ما كانتش متوقعة على مدار كل مباريات المونديال كانت ايه؟ طبعا السعودية والارجنتين، محدش يتوقع ان منتخب السعودية يكسب منتخب الارجنتين، بالمناسبة المنتخب السعودي هو المنتخب الوحيد اللي فاز على الارجنتين في نسخة كأس العالم 2022. هو ليه امبارح كان في نكتة هزار يعني انه المفروض ان السعودية تاخد النهاردة اجازة؟ عشان هو برضه احتفالا بالارجنتين لان هم خدوا ساعتها برضه المنتخب يعني المنتخب الوحيد اللي كسب في 2022 منتخب الارجنتين كان المنتخب السعودي. طبعا اكبر المفاجات بقى منتخب المغرب، ومش بس كسبوا، هو كانت الفكره المنتخب السعودي فعلا كان عمل شغل هايل قصاد الارجنتين في المباراه دي. طبعا شغل فني كبير جدا، بس خد بالك حضرتك هي اضرت منتخب السعوديه ما افادتوش، يعني اذا كانت الهزيمه افادت منتخب الارجنتين ان عملت له نقطه انطلاق الى الدور التالي وبيلعب بضغوط اقل، هي اضرت المنتخب السعودي اللي نزل امام المنافسين بولندا والمكسيك كانوا مركزين امامه جدا فبالتالي خسر فرصه الصعود الى دور ال 16. تاني المفاجات المنتخب المغربي بقى طبعا، ان يوصل اول منتخب عربي وافريقي يوصل للمربع الذهبي بالاداء والنتائج اللي احنا شفناها دي طبعا كانت حاجه مهمه جدا وكانت حاجه مفاجاه. ولو كان حد اتكلم، بص البطوله دي كلها كده، لو حد قعد قبل منها قبل البطوله قال لك على السيناريو اللي هيحصل ميسي ومبابي والمباراه تخلص 2-0 وبعد كده 2-2 ويوصل 3-3 والمغرب تلعب مربع ذهبي، ما كانش حد صدق، كان هقوله عليه مجنون. فهي عشان كده بطوله استثنائيه سواء على المستوى الفني سواء على مستوى التنظيم على كل حاجه صراحه. وانتهت هذه البطوله الاستثنائيه بالامس والناس كلها بتسال البعض احنا هنتفرج على ايه دلوقتي؟ هنتفرج على الدوري المصري. يعني هنتفرج على الدوري المصري. طب شكرا يا استاذ هاني. نرجع تاني للدوري المصري. الناقد الرياضي الاستاذ هاني عبد الصبور، كل الشكر يا فندم لوجود حضرتك معانا النهارده. وكانت فعلا نسخه استثنائيه جدا من المونديال، هتوحشنا يمكن حاله البهجه الحلوه اللي كانت حاصله دي والتشويق الكبير قوي، ولكن هذا هو حال الدنيا 4 سنين ان شاء الله ونرجع نتفرج على مونديال تاني. دلوقتي ميعادنا مع حضراتكم نتعرف على حاله الشوارع والحاله المروريه واستعراض لهذه الحالة المرورية في بث مباشر لكاميرا إكسترا نيوز من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة مع زميلتنا شيرين مجدي. صباح الخير عليك يا شيرين. صباح الخير يا منى، صباح الخير على كل مشاهدي اكسترا نيوز في كل مكان. بالفعل من داخل غرفه عمليات الاداره العامه لمرور الجيزه بنتابع معاكم مشاهدينا الحاله المروريه لليوم الاثنين 19 ديسمبر. لازلنا في بدايه الاسبوع وبنلاحظ من خلال متابعتنا للشاشات وجود انسيابيه مروريه واضحه في اغلب الطرق والمحاور الرئيسيه على مستوى محافظه الجيزه باستثناء بعض الطرق اللي بنلاحظ فيها بعض الكثافات المتوسطه المتحركه وهي كثافات طبيعيه صباحيه فيها
هذه الفترة. يعني بنبدأ من جولتنا هنا من كوبري عباس، واللي بيلاحظ فيه انسيابية مرورية واضحة في كلا الاتجاهين، سواء المتجه لميدان الجيزة أو المتجه إلى المنيل. أما بالنسبة لشارع البحر الأعظم والمتجه إلى خدمات شارع نيل السياحي، فبنلاحظ بعض الكثافات المتوسطة ولكنها متحركة في هذا التوقيت، على العكس تماما من الناحية الأخرى المتجه للمنيب والبحر الأعظم والدائري، فبنلاحظ فيه انسيابية مرورية في هذه الفترة. بنتقل معكم مشاهدينا لكوبري صفت اللبن، واللي بنلاحظ فيه أيضا انسيابية مرورية واضحة في كلا الاتجاهين، سواء المتجه للمحور والدائري القوس الغربي أو المتجه الاتجاه الآخر باتجاه جامعة القاهرة. بنتقل معكم مشاهدينا لميدان النهضة، واللي بنلاحظ فيه أيضا انسيابية مرورية واضحة في كلا الاتجاهين، سواء القادم من ميدان الجيزة باتجاه شارع مراد أو كوبري الجامعة، وكذلك أيضا الاتجاه الآخر القادم من كوبري الجامعة باتجاه جامعة القاهرة أو الدقي أو كوبري صفت بعد ذلك، يعني انسيابية مرورية واضحة في كلا الاتجاهين. بنتقل معكم مشاهدينا ايضا لكوبري الدقي، واللي بنلاحظ فيه ايضا انسيابيه مروريه واضحه، سواء المتجه لخدمات شارع البطل او المتجه لحديقه الاورمون والجيزه، ايضا انسيابيه مروريه واضحه في كلا الاتجاهين. بالنسبه لشارع التحرير، سواء المتجه لخدمات شارع السودان او المتجه لميدان الجلاء. بنتقل معكم مشاهدينا لشاشات وطرق اخرى في محافظه الجيزه، وبنلاحظ هنا في كوبري يعني لبنان وأعلى منطقة أرض اللواء، واللي بنلاحظ فيه هنا بعض الكثافات للقادم من المحور باتجاه ميدان لبنان، لكن سرعان ما يحدث انسيابية وانفراجة مرية عقب تخطي مطلع الكوبري. أما بالنسبة للاتجاه الآخر القادم من ميدان لبنان باتجاه المحور، ففي انسيابية مرية واضحة في هذه الفترة. بالنسبة لكوبري 15 مايو، واللي بتستمر في الأعمال التوسعة، فبنلاحظ فيه أيضا انسيابية مرورية، سواء المتجه للزمالك بلاحظ فيه هنا تسيير حارة مرورية واحدة نتيجة للأعمال، لكن هناك أيضا انسيابية في الحركة المرورية، كذلك أيضا الاتجاه الآخر المتجه لمحور 26 يوليو. بلاحظ هنا يعني افتتاح تجريبي للمنزل الخاص بشارع عرابي من كوبري 15 مايو، وكذلك أيضا الوضع بالنسبة لي يعني شارع عرابي، سواء المتجه للدائري أو المتجه لميدان سفنكس، أيضا بلاحظ فيه انسيابية مرورية واضحة في كلا الاتجاهين. بنتقل معكم مشاهدينا لكوبري اكتوبر، وهذا القطاع اللي بنلاحظ فيه ايضا انسيابيه مريه في الفتره الصباحيه، سواء المتجه لخدمات شارع البطل او متجه للقاهره، سواء التجمع او مصر الجديده او ما الى ذلك. كذلك ايضا الوضع بالنسبه لنزله الزمالك او نزله كورنيش النيل، ايضا بنلاحظ فيها انسيابيه مريه واضحه في كلا الاتجاهين. بختتم معكم مشاهدينا من ميدان مصطفى محمود وشارع جامعه الدول العربيه، واللي بنلاحظ فيه ايضا انسيابيه مريه واضحه في كلا الاتجاهين في هذه الفتره، سواء المتجه لخدمات شارع السودان او المتجه لخدمات شارع البطل وميدان سفنكس. دي كانت جولتي من داخل غرفه عمليات الاداره العامه لمرور الجيزه، واللي لاحظنا فيها انسيابيه مروريه واضحه في اغلب الشوارع والطرق والمحاور الرئيسيه على مستوى محافظه الجيزه في هذه الفتره، كما ذكرنا باستثناء بعض الطرق البسيطه والعددها كان بسيط، اللي بنلاحظ فيها بعض الكثافات المروريه المتوسطه ولكنها متحركه غير مؤثره. دي كانت جولتي، بعود اليكي منا في الاستوديو مره اخرى. شكرا لك شيرين مجدي على هذا الشرح المستفيض عن الحالة المرورية لهذا الصباح، ومن خدمة الحالة المرورية إلى خدمة حالة الطقس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل الحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء. يشهد اليوم أيضا شبورة صباحية قد تكون كثيفة على الطرق السريعة والزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. وإلى حضراتكم استعراض لدرجات الحرارة في القاهرة وبعض المحافظات.
وبعد قليل مع حضراتكم نروح لآخر فقرتنا في هذا الصباح لقراءة لأبرز عناوين الصحف المصرية مع ضيفنا الكريم الكاتب الصحفي زكي القاضي. أهلا وسهلا بحضراتكم إلى آخر فقرتنا في هذا الصباح، جولة في أبرز أو مع أبرز عناوين الصحف الصادرة لهذا الصباح والمواقع أيضا. هيصحبنا في هذه الجولة ضيفنا الكريم اللي بنستفيد في الحقيقة في الحديث معاه الكاتب الصحفي الأستاذ زكي القاضي. يا صباح الفل عليك يا أستاذ. صباح الخير يا دكتورة، وصباح الخير على كل اللي بيتابعونا، وبإذن الله يعني نعمل تغطية كويسة للأخبار يا رب إن شاء الله. وعندي سؤال مهم جدا أنا مستنية حضرتك من الأسبوع اللي فات عشان أسألك عليه، ولكن هنشوف الأول أبرز عناوين الصحافة الصادرة لهذا الصباح. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه انه جوله الصحافه يعني مع كل ضيوفنا الكرام ومع استاذ زكي القاضي ما بتبقاش فقط عباره عن قراءه لعناوين الصحف، بيبقى فيها زي رؤيه كده عامه بنشوفها ونظره واسئله كتيره احنا بنطرحها كدورنا في الاعلام هنا، اللي هي من واقع اللي احنا عايزين نسال عليه والمواطن بيسال عليه. احنا في النهايه كلنا مواطنين بنبقى عايزين نسأل ونفهم الدولة بتتحرك ازاي، والدولة ماشية بناء على ايه، والتحديات الكذا، والملف الفلاني ده الدولة شغالة فيه ازاي. الملفات في العالم كله أصبحت النهاردة متشابكة جدا، وأي حاجة بتحصل برة خلاص بقت بتأثر في باقي أنحاء العالم كله. وده يمكن يعني المصطلح اللي احنا عارفينه من سنين طويلة قوي، العولمة والعالم أصبح قرية صغيرة وما إلى ذلك، ده خلاص متحقق بقاله سنين، والحقيقة أنه كل يوم بيتأكد لنا ده أكتر. ضيفنا كريم الكاتب الصحفي الأستاذ زكي القاضي، بجدد الترحيب بحضرتك مرة تانية. أهلا وسهلا بحضرتك. وخلينا نبدأ مع حضرتك في دردشة عن حياة كريمة من أكثر من منظور. هناخد أول عنوان من الوطن، حياة كريمة بلا حدود. فإحنا كنا الأول بنتكلم على نطاق عدد من القرى، ولكن خرجنا الآن لحدود أبعد وأكبر، وتعاون بين المبادرة والمصريين بالخارج. عن حياة كريمة كمان من الدستور، حياة كريمة توعي الطلاب بترشيد المياه، غيرت كل المفاهيم. طيب حضرتك كنت من أيام هاتفيا معانا، وكانت مداخلة مهمة جدا وذكرت فيها عندما كنا نتحدث على القمة الأمريكية الأفريقية يا أستاذ زكي، وتحدثت فيها عن ما أطلقت عليه حضرتك أبناء المضمون، وتحدثت عن فكرة أنه ما تقوم به الدولة أعمق وأكبر من فكرة إطلاق مبادرة وخلاص. إحنا بنشوف العالم تشابكاتنا ومصالحنا معاه إيه، والدولة المصرية هتستفيد منه إيه للمواطن المصري. صحيح. إيه علاقة ده بالحياة الكريمة المنشودة من قبل الدولة المصرية للمواطن المصري؟ طيب أولا بشكر حضرتك على هذا الربط يعني الذي يفتح كثيرا من الأبواب وكثيرا من الإشارات اللي ربما نعدي عليها بسرعة والناس تكون مستوعباها معانا. إحنا في الأول والآخر ضمن منظومة نشأت مع فكر الجمهورية الجديدة وأدوات الجمهورية الجديدة مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في 2014 والمدة الثانية لسيادته، وهذا الأمر كان فيه فلسفة ربما بتثير أو بتسير يعني كثير من يعني دواليب أو دولاب عمل الدولة أو الحكومة أو التوجهات، واللي ربما هذا الأمر انسحب على المواطن البسيط. بمعنى أنا لما ذكرت فكرة إن إحنا أبناء المضمون الدولة المصرية، أنا يشغلني دائما إن إحنا ربما يكون قد نطرب بالصورة، يعني نفرح إن في صورة
احنا في حد من الرؤساء او حد من الاطراف الخارجيه بنضحك معاه ربما يمثل هذا اريحيه عندنا بشكل العاطفه، واحنا بطبيعتنا اجتماعيين وطيبين وهذا الامر، لكن الدوله المصريه ادارتها بتبقى مختلفه شويه عن هذا الامر، ادارتها بتعتمد على المعلومه وعلى تقارير وعلى توجهات هي درساها ومرفوعه من مؤسسات واجهزه الدوله المعنيه، فبالتالي بيبقى قدام صانع القرار هو عايز يعمل ايه من القمه دي وعايز يعمل ايه من القمه دي، فهو ده المضمون. احنا في الاول والاخر رايحين لمضمون، رايحين لهدف. احنا ربما طبعا ربما يكون هذا الامر مختلف مع اشقائنا العرب والافارقه، ان احنا مختلفين وعندنا عاطفه يعني بطبيعه الحال معاهم، فده هذا امر مختلف، لكن في طبيعه المصلحه القوميه مع دول العالم باختلافاتها احنا بنتحرك لهدف قدام عينينا. الهدف قدام عينينا ده بيحركنا فيه المواطن المصري. احنا لما رايحين لقمه صينيه عربيه وبعديها قمه امريكيه افريقيه كان بيحركنا عده شواهد، واهمها طبعا بطبيعه الحال اللي بيهم المواطنين حاليا هو فكره الاقتصاد. احنا عايزين ندير اقتصادنا ازاي، عايزين نتحرك فيه ازاي، عايزين نحقق منه ايه. فاحنا لما بنتحرك مع الرئيس الصيني او الرئيس الامريكي او مع اشقائنا العرب او اشقائنا الافارقه، كل المنظومات دي والتداخلات دي والاشارات دي هي اللي بتقول ان احنا عندنا مضمون عايزين نتحرك عليه. عندنا انا عايز حضرتك تتخيلي ان سيادته دايما لما بيرجع دايما حتى من السفر تاني يوم بتلاقيه في اجتماعات مع اجهزه المعنيه في الدوله بنتحرك في اطار الافكار والرؤى والفلسفه اللي بتتكون بناء على الزياره وتوابعها. فبالتالي ده كان هذا امر يعني طوال التسع ثمان سنين اللي فاتوا هذا امر ملاحظ ويمكن رصده يعني بسهوله جدا، ان تاني يوم في اي عوده من زياره خارجيه سياده الرئيس بيبقى في اجتماعات مع الحكومه او في اتصالات هاتفيه مع عدد من قاده الدول لمتابعه ما تم في هذه السفريات بما يخدم مصلحه الوطن وبما يخدم مصلحه المواطنين في المقام الاول. فبالتالي دايما عين صانع القرار على فكرة احنا عايزين ايه، عايزين نحقق ايه من هذه الزيارة، عايزين نوصل ليه. عشان كده كانت مبادرة حياة كريمة او مؤسسة حياة كريمة او مشروع حياة كريمة لو بالارقام اللي احنا فيها حاليا نتذكر يعني ان احنا بنخدم 60 مليون مواطن مصري. لما كانت بتقال المبادرة الاول كان بتقال 60 مليون و700 مليار، اظن احنا بارقام ومعدلات المواليد عدينا يعني 3-4 مليون زيادة في الفترة اللي فاتت. فاحنا والامر طبعا صعب على الدوله وعلى تحركاتها بما يرضي الله، لان احنا بنتكلم 60 دلوقتي وصلنا 63 64 اظن يعني، لان الاعداد بتزيد مع في المستفيدين. رقم 2 ال 700 مليار، برضو رقم ال 700 مليار ده حاليا اظن يتجاوز التريليون جنيه، وده بتصريحات معلنه من عدد من مسؤولين في الدوله المصريه ان الارقام تجاوزت طبعا بناء على توابع ازمه عالميه احنا جزء منها. خصوصا قيمه العمله كمان اختلفت بالزبط. يعني 700 مليار اللي كانت هتعمله من ساعتها غير اللي ممكن تعمله النهارده، غير ان المبلغ نفسه بيزيد. ويبقى قدامنا دايما الشاهد الرئيسي، هل لو المبادره دي ما كانتش ما تمش اطلاقها من سنتين ثلاثه، هل لما كانت الظروف يعني دلوقتي ضاغطه بناء على حاجه في العالم بتحصل، مش احنا جزء من تاثراتها، فلو كان هذا الامر حاليا هل كنا هنطلقها حاليا او كنا حتى هنوسع رقعتها انه يبقى مستفيد منها 60 مليون او 65 مليون مواطن مصري؟ احنا لازم يبقى عندنا قناعه بشويه ان احنا 100 مليون لازم نبقى عايشين مع بعض. مفهوم التكافل الاجتماعي في وقت من الاوقات قبل 2010 كان بعض الاطراف بتستغله لدافع سياسي، بمعنى ان الارضيه كان شغال عليها جماعات معينه بتدي للناس مساعدات وبتاع عشان ينتخبوهم ويدوهم اصواتهم وان هم يستفيدوا منهم ويعملوا نفسهم قدامهم ان هم اصحاب الخير والبر. هنا كانت الدوله المصريه ربما او الحكومه ما كانش عندها الامكانيات او كان عندها الرؤيه ان هي لازم تدخل في الملف ده، فالامر اتساب لجماعه في وقت من الاوقات يعني غفلنا فاصبح منهم يعني حد يتولى مسؤوليه البلد. فدي كانت يعني هذا امر بناء على ايه؟ على الحاجات اللي كانوا شغالين على الارض، لان كانت الحكومه او الدوله مش موجوده في الفتره دي. لكن منذ 2014 الدوله قالت لا احنا لازم نبقى موجودين، لازم يبقى عندنا دورنا الحقيقي وهو دور التكافل الاجتماعي. فاصبح عندنا حاجه لازم يعني نفخر بها جدا وهي التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي. ده احد اذكر جيدا يا استاذ زكي لما في 2014 كان الرئيس السيسي في خطاباته دايما بيتكلم على اهميه قيام مؤسسات الدوله انها ترجع تنهض مره تانية، لانه ما كناش هنعمل اي حاجه ولا نتحرك خطوه واحده لو ما كانتش المؤسسات وقفت تانية على رجليها. بعد يناير كانت الدنيا عندنا. هو ده الفكره، ان انت في الاول تحدد ايه المؤسسات اللي لازم تشتغل، وبعدين تحدد صلاحياتها ونطاق مسؤولياتها، فكل واحد يقوم بمسؤوليته. انا دايما يعني بضرب او بقول يعني طرفه كده والناس يعني
تستحملها مني. احنا في حاجه مؤسسات في الدوله انا متهيألي بقى لها 30 40 50 سنه في البلد ما سمعناش عنها الا من 2014، تحس ان هي كانت بس هيكل ما فيش، مع ان فيها موظفين وفيها ميزانيه وفيها كل حاجه، لكن احنا ما كناش نسمع عنها. طب ليه؟ لان ما كانتش قايمه بدورها الصراحه. لما جت الدوله المصريه بفلسفتها وقالت ان كل حاجه هتبقى واقعيه، لما نروح للعالم هنبقى واقعيين، عندنا ايه من استثمارات جاذبه وعندنا ايه من تحديات نقدر نحلها، فبالتالي لما نشتغل على مبادره زي مؤسسه حياه كريمه. انا عايز اقول لحضرتك التحالف الوطني العام الاهلي ده لما كانت في جمعيه من الجمعيات تروح تدخل تشتغل على قريه، انا دايما وموجود انا من يعني من محافظه اسيوط مركز ديروت، كان دايما يجي واحد يتصل، ناس كتير تتصل بيا بالتليفون تقول لي ده في واحد فلاني بياخد من الجمعيه الواحد واثنين وثلاثه وعشر، واحد شخص بيستفيد لان ما كانش عندهم قاعده بيانات موحده. صحيح. فكان يقدر واحد اللي يقدر يوصل حتى بطاقه التمويل بالظبط يستفيد من الخمس ست جمعيات، بحيث في حين ان جاره اللي هو يستحق كان ما بيوصلوش الجمعيات. لما احنا وحدنا قاعده البنات التليفونات دي قلت بصراحه خالص، واصبحت يعني نادره، لان اصبحت كل واحد معروف انت بتستفيد من الجمعيه في هذا الاطار، جارك بيستفيد، غيرك بيستفيد، واصبحت البرامج متنوعه، فاصبحت الجمعيه مميزه في هذا الاطار تقدر تشتغل ده. فبالتالي مبادره حياه كريمه لما حتى امبارح لما كان البروتوكول مع برعايه يعني الدوله المصريه ومع شريك من المصريين في الخارج، ان هم ازاي يشتغلوا ويستفيدوا من المصريين في الخارج، يفهموهم احنا بنعمل ايه في حياه كريمه، وناخد يعني تطلعاتهم ورؤيتهم ننفذها على الارض، واللي يقدر فيهم يساعد او يتبرع في مؤسسه حياه كريمه يقدر يدخل ده. وكمان احنا عندنا علماء، احنا لما اشتغلنا في المدرسه المصريه اليابانيه كان الاحد اللي شغالين عليها احد علمائنا في الخارج اللي شغال فيها اليابان وعالم وكان معروف في اليابان، احنا لحد 2014 برضه ما كناش نعرفه، وكان راجل شغال ومعروف في يعني على مستوى العالم في هذا العلم وفي التعليم، فالدوله المصريه استفادت منه. فبالتالي المصريين في الخارج لما دخلوا في مبادره حياه كريمه والبروتوكول بتاع امبارح ده كانت الشغل على ان احنا ازاي نستفيد من هذه التجربه، ازاي نروح للقرى نشتغل عليها، ازاي نعمل هذا يعني هذا الامر. في النقطة الثانية في اللي حضرتك ذكرتيها برضو عشان ما ننساهاش، فكرة الترشيد بالمياه. والترشيد بالمياه دي نقطة مفصلية للغاية لابد أن يستوعبها الجميع. يعني فكرة أنا لحد دلوقتي ثقافة إن احنا نرش بالخرطوم دي قدام البيت وقدام المحل والحاجات دي بصراحة أمور لازم أنا كست دايما بضرب تختفي. أنا كست بضرب مثل تاني، بضرب مثل إنه السيدات اللي بيفتحوا المية على الخضار عشان ينضف ويسيبوه بقى، يسيبوا الحنفية مفتوحة، حتى في هذه الاستهلاكات أو الطرق البسيطة جدا كمان هي قد تشكل كارثة حقيقية لو لم ينتبه العالم كله لأهمية ترشيد استخدام المياه. صحيح، ترشيد استخدام المياه ده مهم جدا، وبقول لحضرتك هي نقطة مفصلية لابد أن نستوعبها، لازم في حياتنا اليومية، احنا جزء من صورة عامة للدولة المصرية. الدولة المصرية ما بتقررش مع نفسها ان هي ترشد الميه، فالحكومه هي اللي ترشد الميه، زي ما الحكومه مثلا قررت ان هي ترشد الكهرباء فطفت الوجاي والحاجات دي. احنا عندنا في البيت لما بنيجي نغير اللمبات لللمبات الموفره عشان نوفر لنفسنا، طب ما هو برضو احنا لو وفرنا الميه دي هنوفر لنفسنا وهنوفر للدوله المصريه اللي هتقدر تفيدنا، وده يفيدنا بعدين عشان برضو يعني تبقى احنا مشاركين بمسؤوليتنا المجتمعيه. انا بقول لحضرتك زي ما انت حضرتك ضربتي مثل لست البيت وهي بتعمل هذا الامر، برضو الشخص او هو بيحلق ده انه دلوقتي الناس بدات تتغير ان هو يحط الميه في الكوبايه، فبدل صحيح. ما يبقى فاتح الحنفيه طول الوقت. صحيح. انا مش عايز يعني مش عايزين نسخر من هذه النماذج، لا لان الحاجات دي بتوفر خالص. بتوفر كل نقطه ميه طبعا. احنا اللي بيعمل حنفيه اللي هي بتعمل اللي هي بتعمل بالسنسور او المستشعر ده فهو ده هو قرر مثلا يعني معلش في كلمه بتبقى معموله عند طبقات غنيه، هل هو عايز يوفر للاغنياء؟ لكنه هذا اختراع علمي قال ان هو عارف عظيم ان هو يوفر ميه عارف إن دي في الاطار العام، ودي داخله في التنميه الاقتصاديه على فكره، فكره او التنميه المستدامه، لانه السنسور ده غالي انت هتدفع فيه فلوس غاليه، لكن انت على اللونج ران زي ما بيقولوا او على المدى البعيد هتوفر فلوس، بالظبط هتوفر المياه اللي هتستخدمها بالظبط. اما اي فاقد ده تقدر تفيد بيه يعني وطنك بالزبط. تفيد بيه بلدك، نقطه الميه مفيده يعني. طب بمناسبه الغالي والرخيص في موضوع كده هكلم حضرتك فيه دلوقتي، هو موضوع انا عارفه ان احنا كلنا كمواطنين بنتكلم فيه، الاسعار وضبط الاسعار والاسواق واللي بيحصل فيها، والدوله المصريه مش قافله ودانها عن هذا الحديث، بالعكس والجهات المختلفه بتنزل قدر مستطاع وبتتابع وبتراقب، واحنا عندنا كلنا ثقه ويقين انه كل يوم هيبقى فيه مزيد من الرقابه اكثر من قبل الحكومه، لانه المشكلة واضحة وصريحة ومعروفة، والدولة لم تتغافل عن الحديث بصراحة عن هذه القضية المهمة جدا. اليوم السابع عاملة عنوان الأسواق تحت رقابة الحكومة، حضرتك شايف الموضوع ده ازاي يا استاذ؟ انا بصراحة شايف ان الأسواق لابد ان تكون
تحت رقابة المواطنين في المقام الأول. إحنا لو ضربنا نموذج بأن 6-7 مليون موظف حكومة دول كلهم شغلناهم في الرقابة، يعني جينا على 6-7 مليون قلنا وكلهم هيشتغلوا في الرقابة، هل 6-7 مليون دول هيغنوا هيراقبوا 90 مليون أو 100 مليون؟ الصراحة الأرقام مش مناسبة، حتى يعني نسبة الموظفين المراقبين على فكرة الأسواق حتى لو أقولك لو شغلنا كل موظفين الدولة مش هيبقى هذا الأمر قادر على ضبط الأسعار. لكن الدور الأساسي فين؟ 90 مليون نفسهم هو فكرة الدور المجتمعي. لما رئيس الوزراء اتكلم على ان احنا لازم اللي شايف غلاء الاسعار يبلغ ويقول على هذا الامر، هو ده الامر. حضرتك واحنا بنتكلم وشريط الاخبار تحت موجود فيه ارقام جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والرقابة الادارية والنيابة الادارية وكل اشكال الدولة المصرية، ارقام ما كناش برضو من 6-7 سنين ما كانش موجودة، دلوقتي معلنة قدام الناس كلها. لما نيجي احنا نسأل نفسنا اللي انا بشتكي من الاسعار او بكتب على الفيسبوك للاسعار وكذا، كم مرة جربت اعمل التليفون؟ لو جه واحد قال لي انا جربت، انا عايز اسال حضرتك، طب هل انت لما انت جربت اعلنت تجربتك للناس باقي العماره عندك باقي الشارع قلت لهم انتوا اشتكوا معايا؟ فبدل الشكوى تبقى فرديه تبقى جماعيه. الدور المجتمعي في عمليه ضبط الاسعار هو ده المهم. الدوله بشكل كبير بتوفر الاسعار وسياستها دايما بتقول ان انا كل ما وفرت السلعه بشكل كبير فبتحصل عداله في الاسعار، وبالتالي كانت حتى تحركات الدوله المصريه في اليومين اللي فاتوا ان احنا نحط اسعار عادله للسلع تبقى موجودة قدام الناس وفرض على كل الناس اللي هم المحلات الكبيرة وغيره ان هم يحطوا أسعار عادلة. لكن الدولة بعينها الكبيرة دي هل هتقدر تشوف الشارع الفلاني أو المحل الفلاني؟ اللي يقدر يشوف ده مين؟ المواطن. دور المواطن هنا ساعتها ايه؟ احنا لازم نتحرك خطوة. هو المواطن برضو يا استاذ زكي بيسأل حضرتك سؤال مهم قوي، بيقول لحضرتك هي المشكلة ايه لو انا عارف ان دي ازمة وفترة وتعدي بإذن الله والدنيا تهدى وتتظبط الاسعار بعد كده هنستحمل، ويا ما عدى علينا كتير واستحملنا والحمد لله والبلد دي بإذن الله محفوظة الى يوم الدين، هذا وعد الله بإذن الله. الفكرة انه هل الاسعار لما تقعد كل بقال وكل سوبر ماركت وكل بتاع يضرب في السعر يضرب في السعر، هل لما الازمة بإذن الله تعدي هنستقر تاني في الاسعار؟ هي المعادلة سهلة جدا، لو السلعة زاد عليها 5 جنيه مثلا في 2 جنيه او 3 جنيه هي توابع الازمة الاقتصادية ما فيهاش حركة، وفي 2 جنيه من التاجر اللي قدام عينيك، يعني 2 او 3 هم جايين فعلا تأثرات اقتصادية، هو لازم يغلي لازم يعلي الأسعار عشان كل حاجة غليت بره، لكن في 2 جنيه هو نفسه اللي قدرها تقدير شخصي ان هو ياخد القصة. طيب هل انا برضو عشان برضو تبقى الصورة موزونة هل انا اجي على التاجر واقول كده؟ لا، هو التاجر برضو راس ماله البضاعة مش راس ماله الفلوس، يعني هو لازم يقول عشان اغلي عشان لما تغلى عشان اروح اجيب الأسعار الجديدة بالغالية. لكن هنا الناس هل التاجر ده اللي بيجي يضرب الحاجة بال 10% و 7% ويعمل؟ لا، الصراحة بيبقى السعر تقديري وجزافي منه فبالتالي بيغلى على الناس. وفي حاجة تانية بتزعل يا استاذ زكي ان البضاعة بتبقى لسه جوه عنده في المخزن، الحاجات القديمة هو ملحقش يستورد جديد لسه، فانت بتغلي عليا ليه؟ طب ما نرحم بعض كلنا وتبيع بالسعر اللي موجود ولما تستورد جديد تبقى اعلي السعر. بالظبط، هو جزء منه دور مجتمعي. انا في الاول والاخر اللي ما يقدرش الناس احنا مش محتاجين نقدره، في اللي هم اصحاب المحلات واصحاب السوبر ماركت والجزارين وبتوع الخضار، اللي ما يقدرش الناس اللي ساكنين في الشارع عنده انت مش محتاج تقدره، انت مش محتاج تعمل له حساب ولا تعمل له خاطر، انت محتاج ان انت تقدم فيه شكوى على طول. الشكوى دي بقول لحضرتك هو في 3 جنيه فعلا او 2 جنيه او هامش فعلا من التوابع الاقتصاديه جايه غالي عليه، لكن في اظن 2 جنيه او 3 جنيه هو اللي مزودهم من نفسه. فبالتالي احنا لازم احنا لو واحد بس في الشارع نزلت له الجهات الرقابيه حاسبته الشارع كله هيظبط معاك. طب هو ده الناس هتنزل ازاي لما 1 و2 و10 يشتكوا؟ ده دور مجتمعي. انا بقول لحضرتك المثل والشاهد ونبطل نتعامل معاه. بالظبط، نبطل نتعامل اللي احنا عارفين انه عمال يعلي بشكل مش مقبول ومش منطقي، ده لما نبطل نتعامل معاه هو هيرجع عن كده. بالظبط، ولازم برضو في هذه الصوره وهذا الادراك لازم نحط قدامنا ثلاث اربع حاجات رئيسيه عشان بس نبقى يعني صادقين مع انفسنا. اولا الازمه حاصله في كل دول العالم، ودي ازمه موجوده في كل دول العالم، كل دول العالم الغنيه اللي معاها فلوس متاثره، وتقدر حضرتك تسيب مصر خالص وتسيب الفيسبوك بتاع مصر تدخل على اي صفحه تخص اي دوله اي وضع وشوف وضعهم ايه. ده رقم واحد. رقم اتنين، احنا الحمد لله في عز كل ازمه اقتصاديه ما فيش سلعه يعني الا باستثناء سلعه اتنين كان بيحصل عليهم كلام، لكن في عز يعني كل الكلام اللي بنقوله على اسعار وغيره كل السلع متوفره وموجوده في الاسواق، ربما يكون في وقت ما تختفي سلعه اتنين في عمليات اللي هي سلاسل الامداد اللي هي ممكن تختفي لحد ما تيجي دفعه جديده والقصه دي. الرز اللي حصل فيه يعني مشكله ورجعت نزلت انواع تانية منه، وجزء منها برضه حتى ان الناس بتخبي الرز اللي هم بيزرعوه هنا،
يعني. فانا بقول لحضرتك الحاجه الثالثه ان احنا لازم نمارس دورنا المجتمعي مع الحكومه. رابع حاجه نحط دايما في بالنا ان الاجهزه الرقابيه دي هي اجهزه معلومات في المقام الاول. معلومات بمعنى ان لازم حد يقول لها المعلومه، الحد ان حد غلى، حد زود، هي اجهزه معلومات في المقام الاول. فاحنا لازم نساعدها دي، وبعدين نروح ندور بقى نشوف جهاز حمايه المستهلك ده كم موظف يعني. ده هم يعني مش هيعدوا رقم يعني لا يناسب هذا الكم من يعني توابع الاقتصاديه. كمان الحاجه الجديده هو ده وضع جديد فعلا، احنا متاثرين بازمه روسيه اوكرانيه، متاثرين من توابع كورونا، متاثرين. انا والناس تتخيل ان امريكا والولايات المتحده الامريكيه اللي هو يقول لك كل شويه البنك الفيدرالي بيزود 50 نقطه و100 نقطه، الناس تفهمها ازاي يا دكتوره؟ انت لما الدوله المصريه بتعمل شهاده استثمار قصدها ان هي تاخد فلوس عشان تديك العائد، لكنها بتبقى عشان تكون حصيله ماليه تقدر تفيدها. لما توصل ان امريكا تزود 50 نقطه 100 نقطه من سنين ما حصلتش القصه دي، معناها ايه؟ هي عايزه تلم الدولار اللي بره عشان يشتغل عندها فتستفيد منها. فانا عايزك تضرب قدامك نموذج امريكا بتعمل كده، والولايات المتحده يعني طب انت وبعد كده بيتبعها برضه كل الدول الكبيره. مفيش بلد في العالم يا استاذ زكي ما بتغيرش سياساتها النقديه والماليه المصرفيه علشان تواكب او يعني تحيك، خلينا نقول المصلحه العامه عندها. مفيش بلد في العالم بتعملش كده، ده حق مشروع لاي بلد في العالم ان هي تعمل كده. وبالتالي احنا بس بنبقى طول الوقت بنبص عندنا احنا هنا محليا وبنشوف احنا ايه اللي يقدر نتعمل دلوقتي عشان يقلل الاثار السلبيه بقدر المستطاع من كل الازمات اللي حضرتك ذكرتها دي. خلينا نروح مع حضرتك لخبر كمان بس ده مبهج بقى جدا من صحيفه الاخبار، عنوانه بيقول انه القاهره تتقدم عالميا في تصنيف الجامعات الخضراء. أنا كنت لسه في أول الحلقة بتكلم عن فكرة إنه عندنا مستشفيات خضراء أو بيبقى عندنا دلوقتي مستشفى أخضر يحافظ على البيئة، الجامعات الخضراء وهذا التصنيف يا أستاذ زكي. وتسمح لي هنا أربط ده بقى بمصطلح تاني حضرتك أطلقته معانا منذ أيام، الاستقلال والاستقرار للدولة المصرية. إزاي في ظل كل الأزمات اللي بنتكلم فيها دي وغيرها كتير قوي عالمياً وإقليمياً ومحلياً قادرة الدولة المصرية أن هي تمشي في كل هذه الخطوط بالتوازي، فهي بتحل مشاكل وفي نفس الوقت بتسعى للتنمية، بتحل مشاكل وفي نفس الوقت لا تخفل أبدا جانب البحث العلمي والجامعات المصرية، وأن ده مستقبل ولادنا، هو ده المستقبل اللي قدام. طيب خلينا نشير في الأول أن العبارة بتاعت أن مصر ناجحة في ملف العلاقات الخارجية أو الملف الخارجي دي هي عبارة منقوصة، ناقصة حاجة أن هذا النجاح في الوضع الخارجي هو انعكاس للاستقرار في الأوضاع الداخلية. ما حدش بينجح على المستوى صحيح. الخارجي إلا لما يبقى مستقر داخليا، فهذا هو يعني المقام صحيح. الأول إحنا ما بننجحش بره ونبقى كويسين بره إلا لو إحنا مستقرين بالداخل، وبالتالي إحنا الحمد لله مستقرين في الداخل، وبالتالي هذه قوة الدفع للقيادة السياسية إن هي دايما تتحرك بره بأريحية وتتكلم في كل حاجة. ما عندناش اي خطوط حمراء، بنقدر نتكلم في كل حاجه، والله في كل حاجه اي حضرتك تتصوريها بنتكلم وبنرد عليها وبنقول فيها. تاني حاجه احنا طالعين من قمه المناخ وعندنا زخم قمه المناخ، فلما احنا رايحين في القمتين اتكلمنا ان احنا عندنا مكتسبات حققناها، ومش عايز الناس تنسى لما الناس سقفت للسفير سامح شكري، السيد سامح شكري وزير الخارجيه في اخر يوم تم مد عمل الجلسه لقمه المناخ يوم، وبعدين الجلسه طلعت حوالي 4 5 الفجر صباحا عشان نوصل ل أمر واقعي نحل هذا الأمر. فهنا عندنا القصتين اللي حضرتك ما بين الاستقلال والاستقرار. إحنا عندنا استقلال في لدى صانع القرار ومؤسسات الدولة، فده الدافع لينا أن السيد الرئيس لما يبقى في افتتاح قمة المناخ يقول إحنا عايزين نحل الأزمة الروسية الأوكرانية وبكل صدق وبواقعية ومش بحثا عن أدوار. إحنا بنقول ده من مفهوم إنسانيتنا الشاملة ومن مفهوم أن إحنا مصر يعني والترحيب يعني الحد اللي حصل في القاعة ساعتها تأييدا ولا ومفهوم فعلا مفهوم أن إحنا مصر، احنا لينا دور يعني عظيم للغايه يعني مهما جرى علينا الزمن ولا الفلوس قلت ولا غيره، لكن احنا جمهوريه مصر العربيه يعني اللي ليها قوه والناس بتستنانا نتكلم عشان يمشوا ورانا. فالسيد الرئيس ملى الحته دي وشغلها بكل قوه، فتم فطرح رؤيته في كل الامور بشكل واقعي. ده رقم واحد اللي فكره الاستقلال، فاصبحنا بنقول امورنا بشكل مباشر وعلني. الاستقرار بقى هو فكره ان احنا كل ما بنشتغل على الملفات زي حياه كريمه وغيرها لدينا من الاستقرار ان هو يدفعنا ان احنا نبقى ناجحين على الوضع الخارجي ونشتغل في الملفات الخارجية
وكل هذا الامر. طيب اتساقا مع ذلك الامر اصبحت لي زي ما قلت لحضرتك فكره الصلاحيات والمؤسسات. الجامعات لما اتحركت بدات تتحرك مع قمه المناخ من نفسها، يعني ما فيش حد بيجي يقول له اشتغل على قمه المناخ، فجامعه القاهره تشتغل وتبدا تدخل في تصنيفات عالميه وغيرها من الجامعات. فالنهارده يجي لها التصنيف الحمد لله تصنيف متقدم على مستوى الوطن العربي، وانا هنا في التقرير بذكر جامعه القاهره على سبيل المثال تبقى رقم واحد على مصر. طب هذا الامر بيحدث ازاي؟ انا دايما قلت قبل كده فكره كنا دايما نسمع عن وكيل الكليه لشؤون البيئه والمجتمع، ما كناش بصراحه نعرف دوره بيعمل ايه، لكن احنا دلوقتي هو سيد فاضل لكن بيعمل ايه بالظبط؟ لكن بعد قمه المناخ الصراحه كل الشغل عنده في الجامعه ليه. فبالتالي اصبحت الجامعات خضراء تعتمد على فكرة التنمية المستدامة، الانتقالات، الحدائق، التجهيزات، المساحات، نسبة المباني لنسبة الجناين في البداية، في فكرة الفعاليات. فأصبحنا نشارك وأصبحنا نتقدم فيها مستويات على هذا المستوى في الجامعات وغيرها. فبالتالي وده مش في الجامعات بس، احنا كل الدولة المصرية تحركت في قمة المناخ. وقمة المناخ ما قصتش يوم 18 أو 19 بتوابعها، لكنها بدأت معانا من يوم 18 و19 عشان نتحرك. وبعدين يا أستاذ زكي، أنا الطلبة دول في الجامعة لما قعدهم 4 أو 6 سنين في الجامعة فاهمين ده وبيشوفوا إنه بنقلل استخدام بلاستيك، بنحافظ على بنقلل الانبعاثات، بنعمل 1 2 3، ما هم دول لما هيخرجوا هم اللي هيشتغلوا في منظمات وبيئات عمل مختلفة، هم اللي هيفتحوا شركات فيما بعد، هيطبقوا اللي تعودوا عليه على مدار سنين في الجامعة. فهنا أنا بأسس جيل هو عايز أقول إيه باي نيتشر أو هيبقى بالفطرة هو خلاص فاهم إنه التنمية المستدامة دي حاجة بدخلها في حياتي، حتى لو أنا مش عارف المصطلح هو إيه، بس أنا بعمل الممارسات الصحية السليمة اللي تخليني أحافظ فيها على البيئة، ما زودش من ضرر البيئة. ومن حظنا كمان إن هي مساحة رحناها من ضمن مساحات تانية كتير كنا سايبينها على مدار عقود. يعني هذه المساحة كانت برضو متروكة بشكل كبير للغاية للشباب وكل حاجة الشباب، المساحات الخضراء، فكرة المنافسة والتنافسية. المساحات دي يعني ربنا أراد إن إحنا لمدة عقود ما كناش راحين لها، لكن ربنا أراد برضو إن إحنا من 2014 نروح لها بقوة وواقعية. واقعية دي أهم حاجة في القصة، إن إحنا مش عايزين شكل ومنظر ولقطة، لا إحنا بنعمل حاجات على الأرض وبننفذها. هو ده اللي بيخلينا ننجح ونتقدم، وبإذن الله هننجح ونتقدم طبعا. يعني بإذن الله تعالى جامعة سوهاج عاملة البنك اسمه بنك الابتكار. صحيح. الناس اللي عندها أفكار وعندها حاجات علمية تحطه على البنك، وبعدين لما بيدخلوا ويفرزوا الأفكار دي كلها يجوا الدكاترة ورئيس الجامعة والستاف وأعضاء هيئة التدريس يقعدوا مع الطلاب اللي قدموا الأفكار دي ويتناقشوا وياخدوا يدوا معاهم ونشوف إيه الفكرة اللي ممكن تتطبق على طول، أو إيه الفكرة اللي محتاجين مساعدة مالية مثلا منها من بره الجامعة. ده شكل من أشكال أنا بشرك إزاي الشباب، لأن دي كانت نقطة الحقيقة حيوية كنا محتاجين لها جدا. الجامعات مثلا عاملين مسابقة الفيديوهات، سمعت عن المسابقة دي؟ الفيديوهات قصيرة اللي هي قصيرة في حدود دقيقة، انه الطلبة يتكلموا على ايه هي الافكار الهدامة. صحيح. ويقدموا فيديوهات لمحاربة الافكار الهدامة دي، بس بالفيديو ما يزيدش عن دقيقة او 60 ثانية. طب انا كده بقول للشباب ايه؟ بقول لهم تعالوا فكروا، اتكلموا بحرية، اطلقوا العنان لافكاركم كلها. الاشراك ده يا استاذ زكي يعني أهميته إيه دلوقتي وأنا بتكلم على مظلة كبيرة اسمها حياة كريمة، مش بس سكن ومأكل ومشرب؟ هي فكرة كمان نوعية في المقام الأول، بمعنى إن أنا كمان هديهم البرموشن أو أديهم الأكسبت، إن أديهم القوة والفعالية إن هم يقوموا المسار نفسه كمان. بمعنى إن لو حد جه في وقت من الأوقات أطلق هذا المشروع أيا كان رئيس جامعة غيره وغيره، في إطار إن هو في ذهنه إن هو ربما تكون صورة أو شكل. فانت الشباب دلوقتي اصبحوا فاعلين ولديهم وعي، فهم حتى لما بيدخلوا هذا الامر فيروا ان هذا المسار انحرف عن طريقه او عن هدفه النبيل او النقي او الاصيل، اصبح عندهم قدره كمان على انهم يقوموا المسار ده. ودي ميزه جديده برضو اكتسبناها في 6 7 سنين اللي فاتت، ان الشباب طالما عندك حيثيه وصفه وتقدر تبقى شخص فاعل، يعني احد شباب الجامعه وانت مشترك في مشروع يخص الجامعه ففاهم فيه، فشايف ان هذا المسار ربما يكون خد الشكل الهيكلي وما خدش المضمون. فبالتالي عنده قدره دلوقتي بشكل يعني مباشر وبشكل مبسط انه يقدر يقوم هذا المسار بالكلمه، او ان هو يشرك مع زمايله في اقتراح، في ان هو يقعد مع الاساتذه ومع رئيس الجامعه ومع غيره، او مع رئيس المدينه ومع المحافظ، ايا كانت المستويات والنسق اللي بيتحرك في خلاله. فبالتالي هي دي برضو المكسب المهم على جنب كده اللي الشباب خدوه، ان هم يقدروا يشاركوا بفاعليه وبوعي ويقدروا يقوموا اي مسارات ربما يروا ان هي فيها يعني يعني اي تداخل او اي ذهاب يعني بعيد عن هدفها الرئيسي. فبالتالي دي ميزه او حاجه رئيسيه. تمام. حياه كريمه احيت مفهوم التطوع.
مفهوم التطوع في الاول والاخر واغلبه مين؟ شباب بالظبط. في الاول والاخر حياه كريمه هتدخل تعمل الحاجه وهتمشي. مين اللي هيكمل في القصه ويراعي الحاجات دي؟ هم الشباب اللي موجودين في القريه، وهم الستات والمراه المعيله، وهم يعني الارامل والمطلقات، وهم صحيح. الناس اللي برضو كانوا متسابين قبل كده، الناس اللي برضو المعنيين بتكافل وكرامه، الناس اللي هم استفادوا من القصه دي. في الاول والاخر انت لما بتشوف قدام عينيك اتعمل صرف صحي وميه وطرق وغيرها من الحاجات دي، انت دورك لازم تحافظ عليها صحيح. انت حتى يعني لو انت ما قررتش تحافظ عليها وبنوع من انواع السلبيه، في 10 هيحافظوا عليها باذن الله. فبالتالي احياء هذا المفهوم واستنباطه من الناس هو ده برضو احد المميزات الرئيسيه في مبادره حياه كريمه ومشروع حياه كريمه. وبرضو مش في حياه كريمه بس، في توجهات الدوله عموما، توجهات الدوله عموما اصبح الناس فاهمه فكره كلمه وعي، كلمه تحديات، كلمه ارهاب، كلمة مشروعات قومية، كلمة إنجازات، الناس أصبحت فاهمة الحاجات دي. أنت لو سألت أي حاجة في الشارع، يعني لو أنت سألت أي حد مش متابع أي حاجة في الدنيا، قول له بس 10 أو 15 مشروع قومي، قول لي مشروع، هو نفسه من غير تلاقي عدلك 10 15 مشروع قومي. حتى لو اتكلم عن الاقتصاد والأسعار وخلافه، لكنه قادر وفي وعيه أنه يعدد 15. ومنهم إيه؟ ال 15 مشروع قومي دول منهم على الأقل مشروع واتنين في بلده، في قريته، مستفيد منه بشكل مباشر. اللي حضرتك بتقوله ده احنا بقى بنشوفه او بنلمحه ازاي في السوشيال ميديا. تلاقي مثلا طبعا في ناس معروف ان هم لجان متخصصه وقصده انه كل ما اي حاجه تحصل لازم يديلك كده جرعه من الطاقه السلبيه ويقول لك ان في مشاكل وفي واحد واثنين وثلاثه. 99% اللي بيردوا على الناس دي مش مؤسسات دوله ومش اي حاجه رسميه وبتاع، المواطن، الناس، وعلى فكره اغلبهم من الشباب. بيقول لك والله انت بتقول واحد اتنين تلاتة ده سلبيات، طب تعالى بقى انا اقول لك اللي حصل في الكام سنه اللي فاتوا، ويرص لك ويعد لك بقى انه حصل كذا وحصل كذا. حاله الديبيت اللي حاصله دي بتوريك انه الرهان على الشباب المصري عمره ما كان رهان خاسر. انا في حاجه تانية برضو بحب افكر بها الناس واتكلم يعني بشكل مباشر معهم. احنا ليه بنفتكر البلد ساعه ما نزعل ونتضايق والاسعار والاقتصاد فنفتكرها فنقول ما عملتلناش وما سولتلناش؟ فما لو الازمه دي اتحلت، وازمه الرز اتحلت، وازمه السكر اتحلت، بنعدي 10 15 20 يوم شهر، وبعدين نرجع نفتكر البلد في ظرف تاني. معلش احنا ليه برضه ما بنفتكرهاش في الشهر ده بكلمه شكر؟ يعني في بطاقه تموين حد جار استفاد منها لو انا ما استفدتش، ان في محل اتفتح عندي لمنافذ الدوله وانا استفدت منه، او ان الكوبري الفلاني اتعمل، ما احنا دور احنا ما يعني دورك كدين وضمير انساني ان انت ايوه انا عايزك تقول تتكلم على الاسعار وتتكلم على الاقتصاد براحتك، لكن في وسط كل ده اتكلم برضه على الحاجات الكويسه الثانيه، وقولها بشكل معلوماتي. بمعنى ادخل على صفحه اي المؤسسات وقول الكوبري الفلاني بتاع المنطقه الفلانيه طوله كذا تم صرف عليه كذا، حطه على صفحتك بس، مش عايزك تحلل ولا تقول انه حلو ولا وحش، بس ادي الناس المعلومه ان في حاجه بتتعمل قصاد الحاجات اللي انت شايف ان انت متاثر فيها، وانا مقتنع ان انت متاثر بيها، لان احنا جزء من عالم متاثر برضه بكله. غني وفقير كله متاثر. النظر بنظره ايجابيه الى الامور وما يحدث من حولنا ينشر الطاقه الايجابيه. الأستاذ زكي القاضي الكاتب الصحفي، كل الشكر يا فندم لوجود حضرتك معنا النهاردة في هذه الفقرة الحوارية. احنا بندردش مع بعض في أحوال كتيرة وشؤون كتيرة وملفات كثيرة جدا. شكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا دكتورة. شكرا جزيلا. والشكر موصول لحضراتكم لطيب المتابعة. شرفت أن أكون مع حضراتكم على مدار ساعتين. أنا منة فاروق، وإن شاء الله نلتقي دائما بكم على خير. دمتم في أمان الله.